اوكي، السلام عليكم جميعا، انا زميلكم محمد شطناوي طالب السنة الثالثة. اليوم باذن الله راح نشرح المحاضرة العاشرة للفسيولوجي. طبعا احنا شرحنا المحاضرة التاسعة في الفيديو الماضي كان طويل شوي، نعم صحيح، ولكن بنصحكم تحضروه لانه صراحة راح يسهل عليكم المحاضرة هاي والمحاضرة اللي بعدها. شرحت فيها كثير شغلات بديتيلز انه راح تسهل علينا هاي المحاضرة، خصوصا المحاضرة اللي هو الجاز اكسشينج هاي، والمحاضرة اللي بعدها جدا سهلات ان شاء الله، وبعتمد على المحاضرة التاسعة في الشرح. اليوم عم نحكي شوية عن الجاز اكسشينج وتبادل الغازات، سواء كانت على اللنج ليفل او على التشيو ليفل، وراح نحكي شوية عن نقل هذه الغازات اللي هي عبارة عن O2 و CO2 يعني في الدم، وكيف يتم نقلها في الدم. محاضرة بسيطة وحلوة وبتجنن. بيجي بقول لك there is two types of respiration، هاي اخذناها احنا ايش من المحاضرة التاسعة. احنا في نوعين من respiration، internal و external. حكينا عن الانترنال شغلة، ان شغل مين هاي؟ شغل بيكم احنا مناش دخل فيها. الانترنال ريسبيريشن هي عملية اخذ الخلية للO2 بتفوتها في الكريب سايكل، الكريب سايكل بيطلع لنا اي تي بي وطاقة، مناش دخل فيها هاي. احنا ايش بنهتم بالفسيولوجي؟ بالاكسترنال ريسبيريشن، وهذه يشمل شغلتين، الشهيق اللي هو الانهيليشن، والزفير اللي يشمل الاكسليشن. اوكي، وشرحنا المحاضرة الماضية عن العضلات اللي بتفوت فيها، كيف بتم اللي هو الانسبيريشن، كيف بصير الاكسبيريشن، وكيف يتم نقل الهواء. عشان هيك كويك نوت هنا، والمحاضرة الماضية راح صوتي وانا قاعد بحكي بهاي النوت، انه موفمنت اوف جاز از اولويز فروم هاي بريشر تو لو بريشر، دائما انتقال الغازات من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض، من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض دائما. خلوها حلقه بذان كنت تسواش في حياتكم كامله. اصلا تقريبا كل شيء في الحياه، مش تقريبا، حرفين تقريبا كل شيء في الحياه، اللي عن جد كل شيء في الحياه ينتقل دائما من الوسط الاعلى الى الوسط الاقل. بيجي واحد فيلسوف بيجي بيحكي لي والله طب الاوزموسيس ما هو الوسط الاقل. لا يا عمي، لما نحكي عن الاوزموسيس شيء ثاني، هذاك عن اللي هي السوليوت كونسنتريشن بيكون اقل الى الاعلى، وانما الووتر كونسنتريشن راح يكون اعلى مقارنه بهذاك. وبالتالي المي راح تنتقل من تركيز المي الكبير الى تركيز المي القليل. عشان هيك حتى الاوزموسيس سيتم انتقال الماء من المي الكثيره الى المي القليله. فاهم علي كيف؟ المهم مش موضوعنا. من نحكي شويه عن السايكل تبع ايش، تبع الاكسجين وتبع الجاز اكسشينج على التشيو ليفل على اللنج ليفل بشكل بسيط. خلينا نبلش من هون. انت تنفست هواء، الهواء اللي انت قاعد تتنفسه على رئتك، تركيز الاكسجين، مش تركيز، خلينا نحكي البارشل بريشر او ضغط الاكسجين، بارشل بريشر تبع الاكسجين في هذا الهواء بيكون 160 مليمتر في ميركوري، وبارشل بريشر اللي هو ضغط السي او 2 فيه بيكون 0.03 مليمتر في ميركوري. طب واحد بيجي بيسالني يا اخي كيف استنتجوا انه والله الاكسجين البارشل بريشر تبعه 160؟ بكل بساطه انا بحكي لك قديش البارشل بريشر تبع الضغط الجوي، بيجي بيحكي 760، بقول له تمام، قديش نسبه الاكسجين من الهواء الجوي؟ 21%. خلصت القصه، 760 اضربها ب 21% بيطلع عندك 160 مليمتر في ميركوري وانتهت. والثاني سكر بطل نفس القصه. انت لما تيجي تتنفس الهواء، الهواء بفوت على الرئة، الهواء اول ما يفوت على الرئة بيكون تركيزه زي ما حكينا 160 الاكسجين فيه، ثاني اكسيد الكربون 0.03. الدم بيكون جاي من القلب عن طريق البلمونري ارتري، بيجي على الرئة، بصير في عندك اكسشينج اوف جازز، حيث ان الاكسجين ينتقل من الوسط الاعلى تركيز الا وهو الرئة الى الدم، وبيظل ينتقل تا يوصل تركيز الاكسجين في الدم. لما يجي يرجع من الرئه على القلب، يرجع توصيل الاكسجين توصل 100، اوكي، ليوصل 100. انت بعدين ما بيوصلوا ل 160، بيوصلوا ل 100، بيوصلوا فقط ل 100، اوكي. وبيظل ينتقل ثاني اكسيد الكربون من الدم الى الرئه حتى يقل تركيز ثاني اكسيد الكربون الى 40. طيب واحد بيجي بيسالني طيب يا اخي انه قديش كان تركيزهم هاي بالاصل، انه والله زادت ل 100 وقلت ل 40. تركيز الاكسجين وهو طالع من القلب باتجاه الرئه بيكون 40، اوكي، 40 مليمتر اوف ميركوري، وتركيز ثاني اكسيد الكربون وهو طالع من القلب باتجاه الرئه بيكون 45، اوكي. لما جينا على الرئه، الاكسجين بلش ينتقل من الرئه باتجاه الدم، ظل ينتقل 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 تا يرفع اللي هي ال 40 لقديش؟ ل 100 مليمتر اوف ميركوري. وثاني اكسيد الكربون اللي بالدم بضل يطلع على الرئه، عشان يطلع عن طريق اللي هو الزفير الى خارج الجسم، بضل ينتقل تا ينزل 45 لقديش؟ ل 40، مش فرق كبير. فاهم كيف؟ مش فرق كبير. هسه طلع الدم من الرئه وراح للقلب، ومن القلب راح لف وراح على ايش؟ بقى اعضاء الجسم. بالله طلعوا لي هسه هذا اللي هي المشي هون، انتم ملاحظين انه صار في اي اكسشينج لجازز؟ ما فيش. وبالتالي لما اجي احكي لك البلمونري فين، الا وهو الشريان الطالع
اللي هو اللي الشريان اللي قاعد بيطلع دقيقة والله بس ثانية الشريان اللي قاعد بيطلع من الرئة باتجاه القلب أو اللي هي الشريان اللي هي الشريان الأبهر أو الأرتريز الثاني قاعد تطلع من القلب كلهن إلهن نفس تركيز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون لأنه بعده ما صار في عنا أي إكسشينج للأكسجين وثاني أكسيد الكربون. إذا واحد سألك the partial pressure of oxygen is equal to the partial pressure of arteries احكي له صح 100% of arteries systemic arteries تبو systemic arteries. طب شو الفرق بين systemic arteries وpulmonary arteries إخوان؟ في إحنا عنا اللي هو الارتريز والفينز يعني بالرئة في حالة شاذة أتوقع بتعرفوها المعلومة من قبل من البيولوجي إنه إحنا عنا إحنا بالوضع الطبيعي يعني الارتريز فيها oxygenated blood الارتريز فيها دم مؤكسد فيه أكسجين والفينز فيها دم non oxygenated يعني ما فيه أكسجين فيه ثاني أكسيد الكربون. هذا الوضع الطبيعي ولكن لما نيجي نحكي إحنا عن البولمونري فينز والبولمونري ارتريز بيكون الوضع معكوس حيث أن البولمونري ارتريز بيكون فيها non oxygenated blood بيكون فيها دم ما فيه أكسجين والبولمونري فينز بيكون فيها oxygenated blood اكسجين بلد. طلع هذا لونه احمر اي انه فيه اكسجين تمام. وحتى عارفين لما تيجي انت تطلع احيانا على جسم واحد مثلا انقطع عن مثلا ايد الاكسجين اوكي ايده مثلا انت بلشت مثلا صار في عنده مشكله بالارتريز انقطع عن الاكسجين وتطلع على ايده بتلاقيها مزورقه عارفين بتلاقي ايده مزورقه. ليش ايده مزورقه؟ لانه حرفيا ما فيهاش اكسجين. اذا تذكروا لي الازرق ايده مزورقه مش واصلته اكسجين ما فيها اكسجين يعني فينز. وفي عندك اللي هو لما نيجي نحكي عن اللي هو الاحمر نحكي اكسجينيتد نحكي ارتريز وبالرئه بتقلب البلمونري ارتريز بتصير نان اكسجينيتد والبلمونري فينز بتصير اكسجينيتد وفيها اكسجين اوكي. عندنا السريع طلع احنا في عندنا الدم اللي هو الرئه عن طريق البولمونري فينز تركيز الاكسجين فيه او بارشل بريشر عفوا مش تركيز البارشل بريشر تبع الاكسجين 100 مليمتر في ميركوري والبارشل بريشر تبع ثاني اكسيد الكربون عباره عن 40 مليمتر في ميركوري. طلع من البولمونري فينز راح القلب من القلب راح طلع على باقي اعضاء الجسم في الارتريز ظل التركيز زي ما هو 100 اكسجين و40 البارشل بريشر نفسه 100 اكسجين و40 ثاني اكسيد الكربون ما تغيرش ولا شيء. بعديها من الارتريز راح مشي تاني وصل ايش الكابيلاريز اللي بيصير في عنده غاز اكسشينج. لما يوصل هذا الدم للكابيلاريز شو بصير نشوف بيجي بقول لك ان تركيز يا عفوك البارشل بريشر تبع الاكسجين وثاني اكسيد الكربون في التيشوز جدا قليل قديش كميته بحكي لك البارشل بريشر تبع الاكسجين في التيشوز تقريبا تقدر تحكي 40 مليمتر في ميركوري والبارشل بريشر تبع ثاني اكسيد الكربون تقريبا 45 مليمتر في ميركوري تمام. بيجي الدم على هاي الكابيلاريز وببلش الاكسجين ينتقل من الوسط الاعلى الى الوسط الاقل. طيب وين الاعلى؟ المية والاربعين اتوقع منطقيا المية مبينة. وبالتالي ببلش الاكسجين يطلع من الكابيلاريز لوين؟ الى خارج الى الخارج الفيزلز الى وين؟ الى الانترسيلولار بريشر اللي هي بين الخلايا المقصود. ليش؟ لانه بالدم عندنا بارشل بريشر تبع الاكسجين 100 والبارشل بريشر تبع الاكسجين في التيشوز قديش؟ 40. فبنتقل من الوسط الاعلى تركيز الى الوسط الاقل تركيز يعني من 100 الى الاربعين وبيظل ينتقل تنو تقريبا يتساون بحيث انه هون بنزل البارشل بريشر تبع الاكسجين من 100 لحد ما يوصل 40 اوكي. واحنا عندنا الثاني اكسيد الكربون الموجود عند التيشوز قديش قلنا اللي هو البارشل بريشر تبعه بيكون تقريبا ابو 45 مليمتر في ميركوري. ببلش ثاني اكسيد الكربون ينتقل من وين لوين؟ من 45 ل 40 و 40 ل 45 اكيد راح ينتقل من الاعلى الى الاقل يعني من 45 اللي هي التيشوز الى ال 40 الا وهي داخل الكابيلاريز. فببلش ثاني اكسيد الكربون يطلع من التيشوز الكابيلاريز بين قوسين كسمري عندما ياتي الدم الى الكابيلاريز الأكسجين سيخرج وثاني أكسيد الكربون سيدخل. لما الأكسجين يطلع البارشل بريشر تبعه راح يقل من 100 ليوصل 40 وثاني أكسيد الكربون لما يجي يفوت راح يعلي البارشل بريشر تبعه من 40 إلى 45 اللي هي داخل الفيزلز كان نحكي داخل الكابيلاريز تمام. احنا طلع عندنا الدم من الكابيلاريز قديش قلنا الثاني اكسيد الكربون فيه 45 الاكسجين قديش 40 تمام. طلع من الفينز راح على القلب ومن القلب راح طلع على البلمونري ارتري. بيجي بسألك مين بشبه الثاني البلمونري ارتري التركيز او البارشل بريشرز تبعت اللي هي الغازات فيها تشبه الارتريز السيستميك والفينز السيستميك طبعا سيستميك قصد اللي هي الارتريز بتغذي كل اعضاء الجسم الاخرى ما عدا الرئه اوكي.
البولمونري ارتريز من ناحيه البارشل بريشر اوف ذا جازز بتشبه السيستميك ارتريز ولا السيستميك فينز؟ مبين راح تشبه السيستميك فينز. هيو مين اللي متصل مع البولمونري ارتريز؟ هاي الفينز طلعتها متصل مع البولمونري ارتريز على طول، وبالتالي اكيد راح يكون الفينز هي نفسها هون، يعني تركيز اللي هي الغازات في الفينز هو نفسه تركيزه في البولمونري ارتري. بينما البولمونري فين لاحظوا لما طلع من الرئه على شكل بولمونري فين راح كمل ايش بعد ما طلع من القلب على شكل سيستميك ارتري، وما صار في عندنا اي غاز اكستشينج هون، وبالتالي البولمونري فين بيشبه في تركيز الغازات فيه السيستميك ارتريز. تمام، عشان تحفظوها دائما دائما انت بس بمخك لما تسمع كلمه فين، طبعا لما يحكي لك كلمه فين من دون سيستميك بريمري اعرف انه قصده ايش سيستميك فين، قصده انه فين عادي داخل الجسم، يعني فين بالايد، فين بالاجر، فين بالمعده، اي شيء. لما يجي يحكي لك بولمونري فين هون خصص اي فين، قصده عن هو تبع الرئه. اوكي، لما تسمع كلمه فين، لما تسمع كلمه فين راح يجي يخطر ببالك كمان بولمونري ارتري، الاثنين فين نفس البولمونري ارتري من ناحيه تركيز المواد ومن ناحيه تركيز اللي هي الغازات. وبالنسبه للبولمونري لما نسمع كلمه ارتري راح يخطر بالنا ايش؟ بولمونري فينز، يعني عكس بعض، عكس بعض، السيستميك والبولمونري عكس بعض. وهي كل القصه. بعدين الغاز اللي هذا 40 45 راح يجي يرجع للرئه مره ثانيه ويصير عنده بدل الغازات مره ثانيه اللي هي 160 وتعطي 40، بيطلع تعطي اللي هي 40 تن طلع على شكل بولمونري فينز. قديش تركيز الاكسجين فيه؟ 100. وهاي ال 45 تبي ثاني اكسيد الكربون بضل يطلع من الدم الى الرئه وبضل يطلع 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 تا ينزل من 45 ل 40. طيب الهواء اللي بيطلع من الرئه قديش تركيز الغازات فيه؟ بحكي لك من الاكسجين اللي قاعد بيطلع البارشل بريشر تبعه بيكون 120 ملم مركوري، وبالنسبه لثاني اكسيد الكربون اللي بيكون فيه بيكون 27 ملم مركوري. طيب ليش هذا الحكي؟ بكل بساطه يعني اتوقع شغله مبينه انه الهواء اللي فات كان 160، اوكي؟ اعطى اكسجين كميه كبيره، فاكيد الاكسجين اللي فات راح يكون اقل من الاكسجين راح يطلع، صح؟ فالاكسجين اللي فات بيكون 160، اللي قاعد بيطلع قديش بده يكون اقل منه؟ هو قديش اعطاك الرقم؟ 120. وثاني اكسيد الكربون اللي فات على الرئه كميته جدا قليله تافهه 3% مليمتر مركوري. وهذا ال 3% ظلت تاخذ من البارشل بريشر تبع اللي هو ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الدم، ظلت تعطيها 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 ثاني اكسيد الكربون تنه ارتفع، اللي هو عبارة عن اللي هو البارشل بريشر تبع ثاني اكسيد الكربون في الهواء هذا تنه صار قديش؟ 27. وطلع من اللنج على شكل تاشب على شكل PO2 او بارشل بريشر اوف اكسجين على شكل اللي هو قيمته 120 وبارشل بريشر اوف CO2 قيمته 27. وهذا هو كل القصة. خلينا نحكي هذا الحكي على السريع هون. بكيك the person inhaled fresh air rich in O2 and the partial pressure of O2 is 160. الهواء اللي جينا تنفسناه تركيز الاكسجين والبارشل بريشر تبع الاكسجين فيه قديش؟ 160 ملم مركوري. والبارشل بريشر تبع CO2 قديش؟ 0.03 اللي هي ملم مركوري. تمام بحكي لك هون صار في عندك exchange of gases. After exchange of gases in the lungs صار في عندك تبادل الغازات ما بين الرئة والكابيلاريز الموجودة حوالي الرئة أو حوالي الألفيولاي نكون دقيقين أكثر. The blood in the pulmonary veins will have partial pressure of O2 يساوي 100. لما يجي طلع في عندك الدم من الرئة عن طريق ال pulmonary veins قديش كان تركيز المواد في تركيز partial pressure تبع الأكسجين والثاني أكسيد الكربون؟ الأكسجين كان 100 والبارشل بريشر تبع ثاني أكسيد الكربون كان 40. هذا هو blood is being pumped by the heart and there is no gas exchange until we reach the capillaries. بيجي بحكي لك لما اجي البولمونري فينز اعطت القلب، القلب بلش ينبض واعطى الدم الى باقي اعضاء الجسم عن طريق الارتريز. بحكي لك بالارتريز مش راح يصير في عندنا اي gas exchange، وبالتالي راح يكون امتى عندك البارشل بريشر الاكسجين نفسه تبع البولمونري فينز اللي هو عباره عن 100 والبارشل بريشر تبع السي او 2 هو نفسه تبع البولمونري فينز لانه ما صار في عندنا اكسشينج، ما بعد مش صاير عندنا اكسشينج، اللي هو عباره عن قديش؟ 40. هذا كلياته بعد مش واصلين الكابيلريز. لما نوصل الكابيلريز تبعت التيشوز then cells consume A2O2 and produce CO2 through metabolism. احنا بنعرف انه الخلايا بتستهلك نيوترينتس وايش؟ اي مواد غذائيه وO2 اي اكسجين. بتاخذها بتفوتها على كريبس سايكل، بتفوتها على اللي هي الميتوكوندريا، بتبلش الميتوكوندريا تشتغل شغلها. طبعا هذا كل شغل البيوكيم ماليش دخل فيه انا. بعدين بعد ما تخلص شغل الميتوكوندريا شو بتنتج لنا؟ بتنتج لنا اي تي بي وفضلات، من هاي الفضلات بتنتجها عباره عن ايش؟ سي او 2. سو غازز ويل موف فروم هاي بريشر تو لو بريشر. وبحكي لك الغازات ستنتقل من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض عند التيشوز
عند التيشوز قلنا السي او 2 بيكون جدا عالي والاكسجين بيكون جدا واطي، وبالتالي الاكسجين سينتقل من الدم، لان الاكسجين هون واطي، فالاكسجين سينتقل من الدم باتجاه التيشوز، ولان السي او 2 في التيشوز عاليه كثير ستنتقل من التيشوز الى الدم. بس اذا بيحكي لك شوغاز ويل موف فروم هاي بريشر تو لو بريشر، ذس مينز او 2 كمز فروم ذا كابيلاريز تو ذا تيشوز، لانه الاو 2 في الكابيلاريز تركيزه اعلى من التيشوز، والسي او 2 تنتقل من التيشوز الى الكابيلاريز لان السي او 2 في التيشوز اعلى من الكابيلاريز. خلوا لي معلومه براسكو، ما فيش عندنا اير بندر قاعد بيتحكم بالغازات، الغازات تنتقل حسب البريشر فقط لا غير، فيش عندنا والله شيء قاعد بيمسك ذره الغاز مش مطلع كفي يلا فوت على الكابيلاري، فيش عندنا زي شيء زي هيك. الغازات تنتقل فقط من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض، ما فيش اي اشي بيمسك غاز وقاعد بنقله والله بين الكابيلري والايش والتيشوز. اوكي تمام. Partial pressure of CO2 in the venous blood is similar to that coming from the tissues. فإن لما نيجي نحكي والله ان احنا صافي تبادل الغازات، تمام صافي تبادل الغازات هون عند التيشوز، بحكي لك الدم اللي طالع بالفينز هون تراكيز والبارشل بريشر تبعت الغازات راح تكون مشابهه للموجوده بالتيشوز عندنا هون حوالين الكابيلاريز. Because CO2 movement from the tissues to the capillaries، بقول لك لانه نقل ثاني اكسيد الكربون من التيشوز باتجاه الكابيلاريز قاعد بيرفع تركيز CO2 من 40 ل 45، ما بتخليه ايش ماله similar to that to the tissues، وانتقال الاكسجين من اللي هو الكابيلاريز الى التيشوز راح يقلل تركيز والبارشل بريشر تبع الاكسجين الموجود في الدم لحد انه يصير مشابه لذلك الموجود وين في التيشوز. فبيجي بيحكي لك Then the partial pressure of O2 will continue moving to the tissue till the pressure is almost equal as well. تمام؟ إذا بيجي بحكي لك ما بس هيك يعني اختصار كل هاي الفقرة أن ال partial pressure تبع الغاز الموجودة في الفينز سيكون مشابه لتراكيز وال partial pressure تبع الغاز الغازز وين موجودة في التيشوز. بس النقطة اللي هي السادسة بحكي لك اللي هي آخر شيء in the lungs we have exchange of gases happening، وراح نرجع على اللنجز مرة أخرى عن طريق ال عن طريق الفينز على القلب بعدين على البلمونري آرتريز تفوت على القلب تفوت على اللي هو الرئة عفوا على الرئة راح يدوث راح يحدث عنا إيش انتقال الغازات و exchange of gases زي اللي حكيناه في النقطة الأولى. بس فبيجي بيحكي لك الـ O2 from the alveolar space للبلد، الـ O2 والأكسجين سينتقل من الـ alveolar space بين قوسين الرئة باتجاه الدم لأن تركيزه في الرئة أعلى من تركيزه في الدم، فسينتقل من الـ alveoli أو من الرئة باتجاه الدم بس، والـ CO2 لأن تركيزه في الدم أعلى من تركيزه في الرئة فسينتقل من الدم باتجاه الرئة، أي سينتقل من البلد باتجاه الـ alveolar space بين قوسين اللنج. أوكي ان شاء الله تكون واضحه المعلومه. اصلا صراحه هي طبعا هي ارقام يا اخوان احفظوها زي ساميكو، اوكي ارقام سهله فيها شيء بس ان احفظوها جدا جدا مهمه. اتوقع الموضوع سهل اصلا ما فيه شيء. Respiration works to supply the body with O2 and take away the metabolic product CO2 out of the body. Therefore these two must be the controlling factors of respiration. والله السؤال انا قاعد بحكي لك بانه الجهاز التنفسي قاعد بتحكم لي بالO2 اللي قاعد بفوت والسي او 2 اللي قاعد بيطلع، فاكيد ايش اللي راح يكون قاعد بتحكم جهاز التنفس عندي؟ ليش انا قاعد بتحكم فيها؟ صار عباره عن O2 والسي او 2، فاكيد الO2 والسي او 2 هن عباره عن الغازين اللي بتحكمن في التنفس، اوكي؟ طبعا شو قصدي بتحكمن بالتنفس؟ انه يعني تراكيز والبارشل بريشر تبعت هاي الغازات في الدم ستتحكم بالتنفس عندك. اعطوكي مثال اعطيكم مثال بسيط. لما واحد يكون قاعد بلاهث كثير مثلا عنده ستريس او عنده انزايتي احيانا بتشوفه بالافلام بخلوه يمسك كيس هيك زي كيس بلاستيكي او كذا شيء وخلوه ينفخ فيه صح؟ طيب ليش؟ عشان هذا الانسان هو قاعد بتنفس كثير قاعد بيطلع سي او 2 كثير صح؟ منطقيا قاعد بتنفس كثير قاعد بيطلع هواء كثير لبرا قاعد بيطلع سي او 2 كثير لبرا. اذا السي او 2 طلع لبرا كثير وقل تركيزه بالدم الانسان ممكن يغيب ليش؟ راح نشرح ان شاء الله قدام لما اجي على النقطه اللي بدي احكي وياها، ولكن الانسان ممكن يغيب فبيخلوه ينفخ بكيس مثلا بلاستيكي كيس ورق اي شيء عشان الهواء اللي قاعد بيطلعه اللي فيه سي او 2 يرجع يتنفسه مره ثانيه ويفوت السي او 2 على دمه مره اخرى، لانه احنا بدنا السي او 2 صرنا بالدم لانه قاعدين بنطلع كميه كبيره منها. وبالتالي لاحظوا عنا انه السي او 2 هنا اتحكم لنا بالفنتيليشن. فهمت علي كيف؟ فبيجي بيحكي لك طيب اي واحد بيتحكم بالفنتيليشن اكثر، هل هو السي او 2 ام الاو 2؟ بكل بساطه بحكي لك السي او 2 لديه تاثير اكبر، على الريسبيريشن، وظلكم متذكرين هاي النقطه
للمحاضرة الجاي أن ثاني أكسيد الكربون يؤثر على الريت أوف ريسبيريشن وعلى المدى التنفسي وعلى اللي هي قدرتك على التنفس اللي هي بسرعة ولا ببطأ أكثر من الأكسجين. أوكي طلعوا لهاي الرسمة. إذا أتوقع أنتوا بس لو تطلعوا هاي الرسمة طبعا هون بحكي لك اللي هي partial pressure of oxygen ثاني أكسيد الكربون بالدم, هاي تركيز اللي هي ثاني أكسيد الكربون والأوتو في الدم, وهون تأثير على الريسبيريشن. بيجي واحد بحكي لي لا هاي مش تأثير على الريسبيريشن, هاي content of oxygen and ثاني أكسيد الكربون in the blood. عمي يا حبيبي مين اللي بتحكم بتركيز والكونتنت عفوا الكونتنت اللي تبعت الأكسجين والثاني أكسيد الكربون بالدم؟ الريسبيريشن. يعني المقصود هذا يتم تحكم به عن طريق الريسبيريشن, إذا هذا تغير سيتغير مع الريسبيريشن صح؟ وبالتالي بين قوس انت قاعد تشطب على هذا وتكتب الريسبيريشن ريت بس. اوكي طلع لي هون بالله المحور السيناد قلنا بارشل بريشر وهون عندنا ريت اوف ريسبيريشن. طلع لي شو بحكي لك, مش ريت اوف ريسبيريشن ريسبيريشن بشكل عام. يعني احنا زياده طفيفه في البارشل بريشر يعني انتقال بسيط في محور السيناد تبع سي او 2 قاعد بيطلعنا كثير في اللي هي ايش باللي هو الريسبيريشن. طلعوا لي هون احنا عندك سي او 2 مثلا بلشنا من هون وطلع لحد قد ايش لحد تقريبا 12. اوكي يعني فرق من تقريبا 2 لحد تقريبا 12 اللي هي عباره عن 10 بي او 2 طلع قديش طلعتنا لفوق كميه هائله مقابل الاكسجين اللي طلعتنا من 0 ل 12 باخذ من 0 ل 12 يعني 12 فرق بي او 2 قديش طلعتنا فقط 20 هون فوق ال 60 طلعتنا. وبالتالي منطقيا انه والله السي او 2 راح يكون تاثيره على الريسبيريشن اكبر بكثير من تاثير الاو 2 لانه السي او 2 تغيير طفيف فيه يؤدي الى تغيير كبير في الريسبيريشن مقابل ان الاو 2 تغيير طفيف في الاو 2 يؤدي الى تغيير طفيف جدا في الريسبيريشن وتغيير كبير في الاو 2 يؤدي الى تغيير صغير وليس التغيير اللي هو المستاهل زي ما تحكي على ايش على الريسبيريشن. تشي بحكي لك اوتو كيرف از واي تو لو داون ان ذا جراف. طل الاو 2 كثير واطي مقارنه بالجراف تبع السي او 2 اذا فاهم علي كيف تبع الكيرف تبع السي او 2 عفوا. والسي او 2 از اكسبوننشال. شو يعني السي او 2 اكسبوننشال؟ حرفيا السي او 2 يعني فاقع بالسماء متسارع. اي انا السي او 2 كلما قاعد بزيد تركيزه بشكل بسيط قاعد بزيد الريسبيريشن عندنا بشكل كبير جدا. كيبس جوينج اب اند اب which means سي او 2 lead to stronger effect on respiration. تمام وبالتالي ان السي او 2 كلما ارتفع الى الاعلى قيمته سيؤدي ذلك الى stronger effect وتاثير اكبر على الريسبيريشن مقابل ان الاو 2 والاكسجين طلع شكل بالله الكيرف تبع اللي هي الاو 2 كيف جاي زي حرف الاس صح. هذا حرف الاس في الجرافس بيحكوا له سيجمويد كيرف. شو معنى كلمه سيجمويد؟ اي ان شكله زي حرف الاس. ذكروا لي اس سيجمويد شكله زي حرف الاس, هاي معنى سيجمويد. As each O2 that binds to hemoglobin it will stimulate another O2 to bind and so on until it's saturated. شو يعني المقصود؟ بيجي هيك لو طلعت هون انه ارتباط الO2 قاعد يؤثر هيك تاثير بسيط على الريسبيريشن صح؟ بعدين لما بلش الاو 2 يرتبط شوي قاعد بيطلع لفوق وبضل يطلع لفوق بصير يطلع لفوق بسرعه صح؟ بعدين رجع ركض. ليش هيك صار شكله زي حرف الاس؟ انا اشرحها ستحت ان شاء الله. ولكن المعلومه بكل بساطه بانه ذره او اللي هي جزيئه الاكسجين لما تيجي ترتبط بالهيموجلوبين تبع الدم او تبع اللي تبعت الريد بلاد سيل كل جزيئه اكسجين بترتبط بتسهل ارتباط جزيئه الاكسجين اللي بعدها. والثاني لما ترتبط بتسهل ترتباط الثالثة والثالثة لما ترتبط بتسهل ارتباط الرابعة وهكذا إلى ما لا نهاية. فبيجي بيحكي لك أن الأكسجين ما يجي يرتبط بأوله هذا يسرع ارتباط الأكسجين للثاني والثالث بتسرع ارتباط الثالثة وهكذا 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 تلا نوصل لحد أن كل الهيموغلوبين عندنا بالدم ارتبط بأكسجين ومش قادر يرتبط أكثر. وبالتالي حتى لو أنك انزلت الأكسجين كثير ما في اماكن يرتبط عليها وبالتالي زياده الاكسجين بعد حد معين هذا يؤدي الى ليس هناك اي اختلاف على الريسبيريشن لانه احنا ما فيش عندنا اصلا مكان يرتبط عليه الاكسجين بالزياده. بس هو من هذا الجراف ومن هاي كل شيء بدي اوصل لكم اياه معلومه بس جدا مهمه انه CO2 is more effective in controlling respiratory system. CO2 وثاني اكسيد الكربون مهم اكثر ولديه تاثير اكبر على الريسبيريشن than O2. تمام نشوف الاكسجين ترانسبورتيشن بلاد كيف يتم نقل الاكسجين في الدم. خلينا نحكي شوي عن ارتباط الاكسجين في الهيموغلوبين. ده شو بحكي لك, خلينا ناخذ هذا الاكس اكسس او محور السينات
على انه البارشل بريشر اوف اوكسجين تمام، والواي اكسس محور الصادات هو عباره عن الساتوريشن بيرسنتج اوف هيموجلوبين. شو يعني الساتوريشن بيرسنتج اوف هيموجلوبين؟ نرجع شوي لورا، احنا بنعرف بين الاكسجين ينتقل في الدم على شكلين، خليني احكي لكم اياهن على شكلين، اخذتوهم طبعا بالبيوس وبرجع بعيد لكم اياهن. احنا الاكسجين ينتقل في الدم على شكلين انا وهن، واحد ذائب في البلازما وبتكون كميته جدا 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 قليله. شين ذائب في البلازما؟ البلازما عباره عن سائل زي المي صح، ولا بنعرف انه المي بيكون فيها ذائب فيها غازات اكسجين ما اكسجين صح، حرفيا انه هذا اللي هو السائل اللي عندنا تبع الدم بيكون ذائب فيه اكسجين، كميته لا تتجاوز 2-3% بس من الاكسجين كله قاعد بنتقل بالدم، يعني كمية تافهة. طيب ال 97% هاي اللي ظلت كيف بتنتقل، او 98 هاي كيف تنتقل بالدم؟ تنتقل الكمية الاكبر من الاكسجين في الدم بارتباطها بالهيموغلوبين، بارتباطها بالهيموغلوبين. شو الهيموغلوبين؟ الهيموغلوبين هي عبارة عن جزيء بروتين موجود داخل الار بي سي او ريد بلاد سيل تمام. وهذا الهيموغلوبين بيكون فيه اربع جزيئات هيم او اربع جزيئات حديد، كل جزيئة حديد بترتبط عنا بجزيئة O2، بجزيئة اكسجين اللي عبارة عن O2 وحده تمام. شو معنى saturation of hemoglobin؟ بين قوسين ارتباط الهيموغلوبين مع الاكسجين، قدرة ارتباط الهيموغلوبين مع الاكسجين سموها saturation of hemoglobin with oxygen، او اللي هي كمان مش اللي هي بس قدرة، كمان اللي هي اشباع الهيموغلوبين من الاكسجين، قديش الهيموغلوبين من الهيموغلوبين مرتبط بالاكسجين، هل كل الهيموغلوبين مرتبط بالاكسجين، جزء من الهيموغلوبين مرتبط بالاكسجين، وهكذا. اذا الساتوريشن نكون دقيقين هو اشباع الهيموغلوبين with oxygen بالاكسجين تمام. راح نلاقي زي ما حكينا انه قديش، شو الكيرف تبع الاكسجين، كيف شكل الكيرف تبعه؟ اتس سيجمويد كيرف، اي شكله كحرف الاس. اوكي خلينا نقسم بالله الكيرف الى ثلاثه اقسام، ناخذ هذا قسم اول، هذا القسم الثاني هون وهو عباره عن الستيب كيف نزل، هي نزله كثير قويه، وهون لما اجى صار شوي ستيبل هيك زي ما تك مستقيم تقريبا، ناخذ هاي المنطقه الثالثه. طيب شو بحكي لك؟ وي هاف سلو انكريز ان ذا بيجنينج، طلع لي هون عباره عن انكريز بتحس انه خطي، يعني طلع 10-10 20-20 يعني زياده بسيطه من 10-10 فاهم علي كيف؟ اذا بالبدايه بيكون عندنا ايش؟ زياده بطيئه في هذا الكيرف، بعدين راح تلاحظ انه في عندنا زياده يعني سريعه جدا وشارب انكريز ان ذا كيرف في هذه المرحله، بعدين راح تلاحظ في عندنا ايش اسمه بلاتو فيز. شنو بلاتو فيز؟ اي ان هذا الفيز بصير شكله زي خط المستقيم على الجراف، شكله زي الخط المستقيم على الجراف. اوكي بيجي بحكي لك O2 binds to hemoglobin because hemoglobin has affinity to oxygen. لا يا شيخ، ال O2 يرتبط بالهيموغلوبين بالله، ليش؟ لانه الهيموغلوبين يستطيع الارتباط بالاكسجين، سبحان الله. But this is not a chemical reaction. هاي معلومه يا اخوان جدا مهمه وحطوا لي عليها 300 مليار نجمه. ارتباط الهيموغلوبين في الاكسجين هي ليست عمليه كيميائيه. حرفين شبه لكم اياها، الهيموغلوبين شبه لي اياها عباره عن قارب، والاكسجين هي عباره عن باسنجر، هي عباره عن راكب على هذا القارب وراح ركب عليه وظل ماشي. هل والله انت لما تيجي تركب على قارب اجريك بلسكن فيه وسبحان الله بصير كيميكال رياكشن؟ لا يا زلمه توقف عليه. نفس الاشي بالنسبه للاكسجين والهيموغلوبين، عارفين الهيموغلوبين عباره عن صحن والاكسجين راحت بس انحطت هذا الصحن عشان ضلها نقلته في الدم، وانا ما في عندنا اي كيميكال رياكشن. This is not a chemical reaction. هيموغلوبين and oxygen do not change their structures. لا يحدث لدينا اختلاف في شكل الهيموغلوبين او الاكسجين، هو فقط انه والله انت عندك قارب وراح ركب عليه الاكسجين من فوق. It's like a boat carrying passengers. اوكي بحكي لك 98% of oxygen in given volume of blood is transported inside RBCs bound to hemoglobin. زي ما شفنا كده قبل شويه، الاكسجين ينقل على شكلين، 2% منه بيكون ذائب في البلازما، والجزء الاكبر واللي هو اللي بهمنا اللي هو 98% من الاكسجين يتم نقله عن طريق الهيموغلوبين داخل كريات الدم الحمراء تمام. طبعا هذا الرياكشن ما بين الهيموغلوبين والاو 2 قلنا اتس نوت ا كيميكال رياكشن، مش تفاعل كيميائي، وبالتالي اتس وات اتس ريفرسبل، يعني ممكن انه نعكسه صح، بس حرفين كيف تعكسه؟ امسك الاكسجينه وشيل عن الهيموغلوبين نقطه انتهى.
وبالتالي الرياكشن واللي هي ارتباط الهيموجلوبين بالاكسجين هو ارتباط ضعيف ان اتس ا ويك رياكشن، هو تفاعل ضعيف. ليش؟ لانه مش تفاعل كيميائي. اذا الهيموجلوبين مع الاكسجين سيؤدي الى ارتباط الهيموجلوبين بالاكسجين، بكون عندنا مركب. شو اسم هذا المركب؟ اوكسي هيموجلوبين. اتوقع انه اتوقع مبينه، يعني اوكسي من اكسجين وهيموجلوبين لانه ايش؟ هيموجلوبين بس، يعني انتهى. بيجي بحكي لك each hemoglobin molecule carries four hemes and each heme has a ferrous ion. طبعا بدي اياك تنتبه على كلمه فرس وتحط عليها 300 خط. اوكي، احنا حكينا انه الار بي سي فيها هيموجلوبين، صح؟ الار بي سي اللي هذا فيها الهيموجلوبين اللي جواتها، الهيموجلوبين فيها اربع جزيئات هيم واربع جزيئات حديد. هذا الحديد اللي فيها بيكون in a ferrous state، في حاله الفرس. احنا رح ناخذ لبعدين ان شاء الله، انه احنا في عنا two states of iron. تمام، عنا ferrous state وهو الاشي اللي بيرتبط بالاكسجين بسهوله، وفي عنا شكل ثاني للايرون او للحديد اسمه فرك بدل اللي هي حرفين او اس حط اي سي، فرك ستيت. شو الفرك ستيت؟ بدل ما تكون اف اي بلس 2 بتكون اف اي بلس 3، وهذا الشكل من الحديد يصعب ارتباطه بالاكسجين. تمام، مش مطلوب منكم هاي المعلومات، ولكن عشان ادقق لكم على كلمه فرس بانه ما هو شكل الهيم اللي بيكون داخل الهيموجلوبين، بيكون على شكل فرس ستيت. تمام، اتس فرس ايون، يعني اف اي بلس 2 بيكون الاف اي عليها شحنه موجبه 2 which can bind to one oxygen molecule. كل هيم تستطيع ارتباط ب one oxygen molecule، ب one O2 molecule. يعني الهيموجلوبين بكم ذره بيقدر يرتبط؟ بيجي واحد بيحكي طيب يا اخي كيف 8؟ ما فهمتش انا. بكل بساطه انا بحكي لك، قلنا الهيم بترتبط ب O2 وحده، صح؟ O2 عبارة عن ذرتين، هي O2، الـ 2 تعبر عنه ذرتين أكسجين مرتبطات مع بعضهم، صح؟ تمام، معناته أنت في عندك أربع جزيئات هيم، وعندك كل هيم بترتبط بـ O2. كل بساطة، الهيم الوحدة بترتبط بذرتين، إذا عندنا أربع هيمات، كم ذرة راح يكون عندنا؟ ثمان ذرات، that's it. يا بتحكي 8 oxygen atoms وهي غير مستخدمة، أو بتحكي 4 oxygen molecules، والمولكيول يعني عبارة عن O2 المرتبطة في بعض اللي هي جزيء الأكسجين. إحنا عندنا في الهواء، أحكي لكم معلومة كيميائية حلوة، في الهواء الأكسجين بيكون على شكل جزيئات وليس على شكل ذرات، يعني الأكسجين بيكون على شكل O2 دائما وما بيكون على شكل O لحالها، أوكي؟ And this binding forms oxyhemoglobin، قلنا أكسجين مع هيموجلوبين بعطينا أكسيهيموجلوبين، سبحان الله. And it's a reversible reaction لأنه it's not a chemical reaction، وبس هي عبارة عن صح جيت حطيت عليه طبق المنسف ألا وهو الO2 هون عندك. أوكي، the O2 affinity of hemoglobin increases as oxygen binds to it. وهما معلومة حكيت لكم قبل شوية، قلت لكم الأكسجين لما يجي يرتبط بالهيموجلوبين بيسهل ارتباط الأكسجينات الثانية بذرات الهيم الأخرى. شو المقصود؟ أنت عندك هيموجلوبين، صح؟ هيموجلوبين فيها أربع هيمز، لما يجي الاكسجين الاولى الاوتو الاولى وترتبط بالهيم رقم واحد، هذا سيسرع ارتباط الهيم الثاني او ذره الحديد الثانيه بايش؟ باكسجين اخرى. خلينا نسهلها عليكم، ارتباط الاكسجين الاولى سيسهل ارتباط الهيموجلوبين بالاكسجين الثانيه، وارتباط الاكسجين الثانيه بالهيموجلوبين سيسهل ارتباط الهيموجلوبين بالاكسجين الثالثه، وهكذا. When the first oxygen binds to hemoglobin, it increases the affinity for the second oxygen to bind. يعني ارتباط الأكسجين الأولى سيزيد الأفينيتي والسرعة، وسيزيد قدرة الهيموجلوبين على أنه يرتبط بالأكسجين الثاني بقدرة وسرعة أكبر. So it binds faster to the oxygen الثانية. And when the second oxygen binds, it increases the affinity for the third oxygen. And so on. يعني حرفيا كل اكسجين قاعد ترتبط عنا قاعد بتسرع ارتباط الاكسجين اللي وراها. And so on until all hemes bind to oxygen. So here we will reach the plateau. بحكي لك لما كل ذرات الحديد ترتبط باكسجين، احنا بنوصل لهذا الخط اللي هون، تمام؟ ليش؟ انا قلت لك محور السينات هو عبارة عن partial pressure of O2، صح؟ اي انه قديش عندنا ضغط اللي هو الاكسجين في الدم، وهنا الساتوريشن اوف هيموجلوبين قديش كميه ارتباط اللي هو الاكسجين في الهيموجلوبين.
طب انا عند المؤاخذة انا الاو 2 وصلته لحد 100، انا وصلته لحد 100، لما وصلته لحد 100 كان الساتوريشن تبع الهيموجلوبين في اعلى قممه، كان اعلى شيء. لو البي او 2 تبع الاكسجين تبع لو كان اللي هو البارشل بريشر تبع الاكسجين زاد على ال 100، هل هذا راح يختلف او راح يزيد عندنا الساتوريشن تبع الهيموجلوبين؟ لا، انا عندي كميه هيموجلوبين معينه، انا عندي كميه هيموجلوبين معينه ارتبطت كل هاي الكميه اللي عندي باكسجين، حتى لو اجى اكسجين زياده وين بدي احطه؟ ما في كان احطه، فاهم كيف؟ فراح يضل انا عندي الاكسجين عندي متكي برا، والساتوريشن تبع الهيموجلوبين ثابت زي ما هو، لان الهيموجلوبين تشبع بالاكسجين ولا يستطيع الارتباط باي كميه اكسجين زياده. فحتى لو احنا زدنا الاكسجين اكثر من 100 هذا لا يعني انه راح يزيد الساتوريشن. ليش مره اخرى؟ لان الهيموجلوبين يستطيع الارتباط بكميه محدده فقط، وإذا ارتبط كل الهيموجلوبين بهذا الأكسجين هذا لن يسمح لأي أكسجين زيادة بأنه يرتبط، وبالتالي بنوصل هذا الخط المستقيم اللي هو هون. شو هذا المستقيم يعني؟ يعني أنه حتى لو أنه زاد الـ PO2 اللي هو محور السينات، محور الصادات سيبقى ثابت والساتوريشن سيبقى ثابت. تمام؟ تمام. بيجي بيحكي لك اوكي وين وصلنا احنا دبلتو. There is no more hemoglobin to bind to oxygen. We get maximum saturation which is 98%. طب واحد بيجي بيسألني يعني الساتوريشن او اللي هو اشباع الهيموجلوبين بالاكسجين المفروض يكون انه والله خلاص كل الهيموجلوبين اللي عندي قاعد برتبط بالاكسجين، يعني قديش يكون 100% صح؟ ولكن لاحظوا قديش قلت لكم ما بيكون 100%، اشباع الهيموجلوبين ما بيكون 100%، بيكون 98%. طب يحكي ليش؟ بكل بساطة طبعا مش مطلوب منكم، مش مطلوب منكم ليش، ولكن عشان تفهم الموضوع انه انت عندك الهيموجلوبين دائما دائما there is a like انه في عندك طريق للهيموجلوبين there is pathway for hemoglobin انه يرجع يفقد الاكسجين بطريقة او اخرى، فهمنا كيف؟ يعني الهيموجلوبين اول ما يجي يرتبط فيه الاكسجينة عنده قدرة انه والله عشان قلنا عبارة عن صحن عن ايش؟ على الاكسجين، ارتباطه جدا ضعيف، وبالتالي انت دائما في عندك هيموجلوبين قاعد بتخلص من الاكسجين تبعه. يعني مش ضروري والله كل الهيموجلوبين اللي قاعد بيرتبط بالاكسجين يظل مرتبط بالاكسجين تبعته انه يوصل اللي هو ايش؟ انه يوصل التيشوز. يعني في عندك بعض الهيموجلوبين قاعد ايش؟ بترك الاكسجين تبعه على الطريق. فهذا يؤدي الى نقصان اشباع الهيموجلوبين، بدل ما يكون 100% يؤدي الى نقصانه الى 98%. تمام؟ There is always an affinity for hemoglobin to lose oxygen molecules which makes the saturation not 100% وإنما 98%. تمام؟ تمام. What drives the curve left or right؟ شو المقصود curve right or left؟ يعني المقصود أنت عندك الكيرف زي هيك صح؟ إيش الإشي اللي مش قاعد بخلي إيش ممكن والله إنه يخلي الكيرف يمشي زي هيك أو يمشي الكيرف خليه يمشي زي هيك لفوق أو لتحت؟ تمام؟ يعني اليمين أو اليسار. Is the partial pressure of oxygen؟ عفوا هذاك ال pH نساك منه. قصدي هنا ايش الاشي اللي قاعد بخلي هو الكيرف يمشي زي هيك اليمين او الكيرف انه ينزل زي هيك اليسار او لتحت، تمام؟ الا وهو ايش؟ ال partial pressure للاكسجين اللي هو محور السينات المقصود. توقع منطقيا يعني كلما زاد ال partial pressure للاكسجين هذا يؤدي الى ايش؟ تحرك الكيرف اليمين صح؟ وكلما قل ال partial pressure للاكسجين هذا يؤدي الى تحرك الكيرف الى اليسار والى الاسفل صح؟ هسه سيبيكم ايش حكيت لكم اياه قبل شوي، هذا اللي هو زي هيك وزي هيك، راح احكيه شوي لقدام بتاثير ال pH وال temperature على saturation. مش نقطتنا، احنا بحكي لك عن ال PO2 هسه. ال PO2 كلما زاد يؤدي الى movement of the curve to the right، وكلما قل يؤدي الى نقصان الـ PO2 ايش؟ to the left. فالنقصان اللي هو اللي تحرك الكيرف عفوا to the left. فبيجي بيحكي لك so when the partial pressure of oxygen is high oxygen binds to free hemoglobin. عندما يكون الـ partial pressure للأكسجين عالي وضغط الأكسجين عالي هذا يؤدي الى ارتباط الأكسجين في الهيموجلوبين. but if the partial pressure of oxygen is low، اذا كان امتى عندك الـ partial pressure تبع الأكسجين قليل، يعني هون طلق قديش مثلا سي مثال ناخذ الـ 40، إذا كانك partial pressure اللي هو تبع الأكسجين كان 40 يعني قليل، طيب قديش saturation بيكون عندنا واللي هي مدى أو اللي هي الـ percentage of hemoglobin المرتبطة بالأكسجين؟ 70%. بيجي بيحكي لك بس 70% من الهيموجلوبين مرتبط بالأكسجين عندما يكون ضغط الأكسجين 40، يعني إنه أنت في عندك 30% من الهيموجلوبين ترك الأكسجين تبعه وظل ماشي، وبالتالي إذا قلّ
اذا قل تركيز اذا قل البارشل بريشر تبع الاكسجين هذا يؤدي الى ان الاكسجين ويل ديسوسييت فروم هيموجلوبين تو بريديوس ذا غاز اند اوكسجين من انتر تيشو. يعني المقصود انه اذا قل البارشل بريشر الاكسجين هذا يؤدي الى انفصال الاكسجين عن الهيموجلوبين وخروجه من الكابيلاريز لحتى يروح للتيشوز. وهذا بعض الاحيان بيصير وين طبعا هو بيصير على التيشو ليفل لانه التيشو زي ما حكينا باول صفحه انه بيكون قديش اللي هو تركيز الاكسجين انت 40 صح او البارشل بريشر تبع الاكسجين قديش بيكون 40. هذا يؤدي الى نقصان الساتوريشن تبع الهيموجلوبين وبالتالي الاكسجين راح يفلت من الهيموجلوبين وراح ينتقل من التركيز الاعلى الا وهو الكابيلاريز الى التيشوز الا وهو التركيز الاقل تمام. فبيحكي لك at the lungs level the tendency of the curve is to go from left to right. ليش على اللنج ليفل احنا عندنا البي او 2 قاعد بزيد صح. احنا اجينا عشان والله نرجع للصورة على السريع احنا اجينا هون كنا 40 اجينا على اللنج تيشيو بلشنا ناخذ ايش اكسجين بلشنا ناخذ اكسجين بلش ايش يرتفع عندنا البي او 2 اثناء تو قاعد برتفع. هذا يؤدي الى تحرك الكيرف من الليفت للرايت من اليسار الى اليمين وخليه قاعد بيطلع لفوق تمام. وذا تيشيو ليفل احنا حكينا تيشيو ليفل الاكسجين قاعد بيطلع من اللي هو الكابيلرز قاعد بيطلع من الدم بالتالي البارشل بريشر فيه قاعد بقل وقاعد بنتقل الكيرف من وين لوين فروم رايت من اليمين الى اليسار والكيرف قاعد بنزل لتحت تمام. The percentage of hemoglobin saturation depends on the PO2 of blood. أتوقع حكينا يعني منطقيا محور الصادات هون اللي هو percentage of saturation أو اللي هو مدى إشباع الهيموغلوبين بالأكسجين على إيش بيعتمد؟ على كمية الأكسجين اللي عندنا على الـ PO2 صح؟ بيحكي لك the relationship between these two variables is represented by an S-shaped curve وحكيناها sigmoid curve صح. with a plateau region اللي عبارة بيجي بالآخر plateau region between blood PO2 60 and 100 and a steep portion between 0 and 60. هاي كثير مهمة. رقم 60 عندنا يا اخوان رقم مقدس هون احنا اوكي. شو هي رقم 60؟ لما يكون البارشل بريشر للاكسجين 60 راح يصير عندنا تغير كبير بالكيرف. طلعوا لي هون كيف الكيرف ماشي هيك تقريبا خط مستقيم وقاعد بقل شوي شوي تنوصلنا لحد 60. تنوصل ل 60 بلش ينزل كثير لتحت حرفيا فقعه لتحت فقعه مره واحده. يعني طلع هون لما كان يقل الـ PO2 كان نقصان الساتوريشن قليل بينما لما وصلنا 60 بلش عندنا شيء اسمه ستيب بورشن يعني حرفيا زي الوادي بلشنا ننزل بنسبة كبيرة جدا بالساتوريشن لأي نقصان في الـ PO2 تمام. وبالتالي النقصان في الـ PO2 او بارشل بريشر تبع الاكسجين من 100 ل 60 مش راح يسوي عندنا فرق كبير بارتباط الهيموغلوبين للاكسجين تمام. وهذا الشيء بيساعدنا راح نحكي هسه كمان شوي لقدام ليش سبحان الله لما كذا قربنا ليش خلينا اياه زي هيك عشان نقدر والله انه نطلع مرتفعات من دون ما يصير فينا ايش ايش بنحكي المعلومه. ولكن بعد ما يقل عن البارشل بريشر الاكسجين في الدم اقل من 60 هذا يؤدي الى ستيب بورشن موادي في ايش في الساتوريشن تبع الهيموجلوبين والهيموجلوبين ببلش يفلت الاكسجين منه ويتركه ويضل ماشي. فرد علي شو بيجي بحكي لك بس انتوا احفظوا لي بانه بين ال 60 وال 100 اتس بلاتو فيز اسمها بلاتو فيز. هاي من هون لهون اسمها بلاتو فيز تمام. ومن 0 ل 60 بسموها ستيب بورشن اور ستيب فيز تمام تمام. هسه ريليشن شيب ما بين البارشل بريشر والساتوريشن وذ هايتس مع الارتفاع. هسه انت لما تيجي تطلع على عجلون احنا حكينا كل هذا الحكي انه والله لما يكون عندك انت ايش على السي ليفل لما يكون ضغط اللي هو الهواء الجوي 760 صح وانت قاعد بتفوت على الرئه بارشل بريشر الاكسجين 160 وبسندك اكسشينج كل وضع تمام. طب يا اخي انت لما تيجي تطلع لفوق احنا بنعرف بانه عمود الهواء بينقص وبالتالي ضغط الهواء راح ينقص منطقيا البارشل بريشر تبع الاكسجين في الجو راح يقل صح راح يبطل 160 اللي قاعد بفوت على الرئه وبالتالي كمية الهواء اللي قاعد تنتقل من الرئة إلى الدم راح تكون أقل وبالتالي البارشل بريشر تبع اللي هو الأكسجين في الدم راح يقل. بين قوسين اختصار كلما ارتفعنا إلى الأعلى كلما قل البارشل بريشر للأكسجين عندنا في الدم. بس شو بحكي لك at high altitudes في الأماكن العالية pressure becomes less thus the amount of oxygen in the air becomes less. بيحكي لك ضغط الهواء بقل وبالتالي كمية الأكسجين في الهواء راح تقل. Now at the sea level على السي ليفل في الوضع الطبيعي ال PO2 is 160 هاي وين في الهواء الجوي وال PO2 بالدم قديش 100 and the saturation is 98% وهي معلومة بنعرفها.
if we increase the altitude by 1 كيلومتر، اذا احنا طلعنا لفوق على جبل مثلا، الجبل كان 1 كيلو، هو مش جبل يعني، احنا طالعين من منطقه لمنطقه، المنطقه هاي كانت 1 كيلومتر فوق سطح البحر، اتوقع زي اربد، اربد تقريبا هي كيلومتر فوق سطح البحر، اوكي؟ اذا طلعنا الى منطقه كانت الالتيتيود ارتفاعها 1 كيلومتر عن سطح البحر، تمام؟ بحكي لك the partial pressure of oxygen will decrease from 100 to 90، يعني البارشل بريشر تبع الاكسجين راح ينزل من هون، راح ينزل من هون تنه يوصل لهون. طلع لي كيف وصل لعند ال 90، ال 90 قديش الساتوريشن تبع الهيموجلوبين تبعها؟ 95%. يعني احنا حرفيا بارتفاعنا هذا الكيلومتر لفوق البارشل بريشر تبع الاكسجين قل من 100 ل 90، قل 10، قل 10 كامله. ولكن البار، ولكن اللي هو الساتوريشن تبع الهيموجلوبين ما قل عندنا غير 3%. يعني لو كان هو شيء خطي، لو كان ما كانش هيك اس شيب وكان عباره عن خط مستقيم، بيجي واحد بيحكي لك اذا قل من 100 الى 90 المفروض انه يقل كمان هنا 10، فتصير بدل 98 تصير 88، وهذا شيء خطير. ليش؟ لانه انت عندك الهيموجلوبين لما يصير عند الساتوريشن تبعه، يا اخوان عشان اوصلك شو معنى كلمه ساتوريشن، كلمة saturation أن الهيموغلوبين، لو تطلعوا لي هون الهيموغلوبين مرتبط بأربعة صح؟ هون الساتوريشن تبع الهيموغلوبين فل تمام التمام، كل الهيموغلوبين هاي، الهيموغلوبين هاي مرتبطة بأكبر كمية أكسجين ممكن ترتبط فيها. كلمة saturation قل أي أن الهيموغلوبين بطل يرتبط بأكسجين كافي، يعني هذا اسمه partially saturated أو عبارة عن إيش؟ مشبع بشكل جزئي، أي أن الهيموغلوبين ليس مرتبط بكمية الأكسجين اللي بقدر يرتبط فيها، أي أن الهيموغلوبين فلت الأكسجين اللي مرتبطة فيه، أو أنه بالأصل ما ارتبط بكمية أكسجين كافية عشان توصل للتيشوز. وبالتالي تخيل لي والله أنه الهيموغلوبين اللي وصل للدم كان زي هيك مع ذرة أكسجين واحدة بدل ما يكون معه أربعة، داري كيف؟ هذا لن يؤدي انه والله، هذا يؤدي انه والله انه عند خلايا الدم مش راح يكون في معها اكسجين كافي تؤدي عملياتها الحيويه بشكل طبيعي، صح؟ وبالتالي الساتوريشن اوف هيموجلوبين او بيرسنتج اوف ساتوريشن اوف هيموجلوبين هو بيحدد لي كميه الاكسجين اللي قاعد ترتبط بالهيموجلوبين، او كميه الهيموجلوبين، كنا دقيقين اكثر، كميه الهيموجلوبين اللي مرتبطه بالاكسجين. إذا قلت كمية الهيموجلوبين مرتبطة بالأكسجين، هذا يؤدي إلى نقصان كمية الأكسجين الواصلة للتيشوز، تمام؟ وقاعد بسوي لنا إيش لبعدين؟ إنه كمية الأكسجين اللي بتروح للتيشوز صارت أقل، كمية الأكسجين اللي بتاخذها الخلايا أقل، وبالتالي الطاقة أقل، فيما بعد قد يؤدي ذلك إلى موت الخلايا، أوكي؟ وهذا إشي خطير طبعًا. فهي من خلقة ربنا، والله بيجي بحكي لك حتى لو انك انت طلعت على مرتفع هذا مش راح ينزل عندك ساتوريشن كثير تبع الهيموجلوبين، وانما انت طلعت كيلومتر لفوق البارشل بريشر قل من 100 ل 90 عندك بالدم، ولكن الساتوريشن ظل تقريبا ثابت، نزل من 98 ل 95 فقط. بيجي بحكي لك طيب لو انك طلعت 5 كيلومتر لفوق شو راح يصير؟ طلع لي بحكي لك اذا انت طلعت على مرتفع كثير عالي، كان هذا المرتفع 5 كيلومتر فوق سطح البحر، الاكسجين بارشل بريشر في الدم راح يقل لحد 60 مليمتر في ميركوري، وقلنا 60 ماله رقم مقدس، هو الرقم اللي بيفصلني ما بين البلاتو فيز وما بين الستيب بورشن اللي هون، الستيب يعني الوادي، وما بين اللي هو الايش؟ الستيب بورشن اللي هو البلاتو فيز اللي بيكون فيه تقريبا ثابت الساتوريشن. صح؟ بحكي لك ات 5 كيلومترز البارشل بريشر تبع الاكسجين بيكون 60، تمام؟ والبرسنتج اوف ساتوريشن تبعت الهيموجلوبين بيكون 90%، يعني 90% من الهيموجلوبين اللي عندنا بالدم بيكون مرتبط بالاكسجين. يعني تخيل انه امتى عندك قلت البارشل بريشر من 100 الى 60، قلت 40 مليمتر اوف ميركوري، قلت يعني اقل من النص بشويه. يعني واحد لو يسمع هذا الرقم يحكي والله انا قل عندي بارشل بريشر اقل من النص بشويه، المفروض الساتوريشن يصير بالارض صح؟ ولكن لا، هاي ما كلمة ربنا ونعمة ربنا علينا، انه والله حتى لو انه انت طلعت لمرتفع كثير عالي وقل البارشل بريشر عندك من 100 ل 60، هذا لن يؤثر على الساتوريشن تبع الهيموجلوبين، والهيموجلوبين ظهر في عندك 90% منه مرتبط بالاكسجين، يعني احنا بنضلنا وين؟ في هذا الجزء من الكيرف، في البلاتو فيز، او اللي هو الفيز اللي بيكون فيه ثابت الخط تبع محور الصادات، اوكي؟ فلو انت نزلت من 100 ل 60 في البارشل بريشر، البرسنتج اوف ساتوريشن تبعت الهيموجلوبين راح تقل من 98 ل 90% فقط. So if we are going up from sea level up to 5 kilometers the PO2 will be reduced.
من 100 ل 60، وهذا يؤدي فقط الى نقصان الساتوريشن من 98 الى 90%، يعني تقريبا بس 10%. وهي اشي كثير منيح لانك بني ادمين، انه والله حتى انك طلعت انت مثلا على عجلون، مش يعني والله سؤال، انت طلعت على عجلون مره ولقيت حالك غيبت؟ مستحيل، صح؟ انك حتى لو طلعت على مرتفعات كثير عاليه، هذا لا يعني والله انه انت فانك اللي كميه الاكسجين راح يوصل لل مثلا الدماغ او للتيشوز راح يكون قل، او الساتوريشن راح يقل. لا لا لا، الساتوريشن قل 10% بس، يعني مش راح ياثر اصلا، يا دوب ويا دوب اثر، مش راح ياثر. عند ليش؟ لانه كلياته هذا الحكي قاعد بصير in the plateau portion of the curve. plateau portion قلنا شو معنى plateau؟ انه عباره عن خط مستقيم على الكيرف، زي هيك جاي موازي لمحور الصدد تقريبا. اوكي، now if we go above 5 كيلومترز، طيب والله اذا انت تهورت وصرت الشاب الازعر ورحت طلعت فوق ال 5 كيلومتر، شو راح يصير عندنا؟ انت طلعت فوق ال 5 كيلومتر، ضغط الجوي قل زيادة، كمية الأكسجين في الهواء قلت زيادة، وكمية الأكسجين اللي قاعد تفوت على الدم عندك قلت زيادة وزيادة، وبالتالي البارشال بريشر عندنا في الدم قل من 60 وبلش ينزل. فتنا على الجزء الخطر، فتنا على الإيش؟ منطقة اللايف ثريتنينج. إذا أنت وصلت عند، طبعا انا قاعد بحكي لك، طبعا انت عندك بالتيشوز بتكون 40، اوكي، انا قاعد بحكي لك هذا لو انك انت على التيشو ليفل، على اللي على اللنج ليفل، عفوا على اللنج ليفل عند اللنجز، لو انت وصل عندك انه الدم اللي قاعد بيطلع من الرئه كان اقل من 60، الساتوريشن كان اقل من، عفوا البارش بريشر تبع الاكسجين، نعم، اقل من 60 ملم مركوري قاعد بيطلع من الرئه، هذا اشي كثير خطير. فطبعا شو بحكي لك؟ if we reached or اذا احنا طلعنا فوق ال 5 كيلومتر، we will reach the steep portion of the curve which means any small decrease in the partial pressure of O2 will produce a big decrease in the percentage of saturation. يعني انت قاعد بصير عندك اي نقصان صغير في الـ PO2 يؤدي الى نقصان كبير في الساتوريشن تبع الايش؟ تبع الهيموغلوبين. يعني انت لاحظ اول 40 مليمتر اوف ميركوري فقدناهن ادت الى نقصان 10% فقط، ادت نقصان 10% فقط. بالله طلع لي هون، لو مثلا هون، لو طلعنا مثلا لهون ال 40، ال 40 الساتوريشن بيكون عندها 70، 70 يا اخوان، 70 ملم اوف ميركوري، 70 عفوا 70% ساتوريشن عند ال 40 ملم اوف ميركوري في O2 بيكون 70% ساتوريتد اللي هي الهيموجلوبين. يعني المقصود عندما يكون البارشل بريشر الاكسجين في الدم 40 ملم اوف ميركوري راح يكون عندنا فقط 70% من الهيموجلوبين مرتبط بالاكسجين. فانت تخيل لي انه والله 40 هون، فرق 40 ادى الى نقصان 10% فقط، هون لما قلت 20 ادى الى فقد 20 ثانيات زيهن، يعني كميه هائله، زي كانه سويته حرفيا زي انك سويته خطي هون. وطبعا لما تيجي تنزل لتحت قاعد بصير يقل اكثر واكثر، يعني انت لما تنزل زي هيك قاعد بتروح بالوادي زياده وزياده انت. فبيجي بيحكي لك now if you go above 5 kilometers okay which means any small decrease in the partial pressure of O2 will produce a big decrease in the percentage of saturation. وبالتالي ارتباط والساتوريشن والpercentage of saturation تبع الهيموغلوبين هذا صح تقل، اللي هي الساتوريشن اللي هي بكمية كبيرة مقابل a small decrease in the partial pressure of O2. At the tissue level the partial pressure of O2 is 40 millimeter of mercury. وهذا الشيء اللي بيساعدنا على ايش؟ زي ما حكينا قبل شوي بالشرح، على انه عند التيشو ليفل البارشل بريشر تبع الاكسجين يقل الى 40، وبالتالي لما يجي يقل ل 40 الهيموجلوبين راح يبلش يفلت الاكسجين منه. لما الهيموجلوبين يفلت الاكسجين منه هذا سيسمح للاكسجين بانه ايش؟ يطلع من الدم، اللي هو راح يكون عشان طالع فالت من الهيموجلوبين، ما فيش شيء ماسكه يعني. ويسمح الأكسجين ينتقل من الضغط المرتفع ألا وهو الدم، لينتقل للضغط المنخفض ألا وهو التيشوز، وبلش ينتقل فإنه إيش؟ نوصل البارشل بريشر الأكسجين عندنا في الكابيلاريز الطالع من التيشوز إلى 40 مليمتر أوف ميركوري. تمام؟ تمام. As we know in the lungs pressure is 100 millimeter mercury، صح؟ احنا حكينا في اللنجز بعد ما يتم انتقال الاكسجين من الرئه الى الدم راح يرتفع ضغط الاكسجين او البارشل بريشر تبع الاكسجين في الدم الى مليمتر الى 100 مليمتر مركوري، صح؟ And the percentage of saturation is 98%، هاي معلومه بحاله قد ايه بنسولفها. While in the tissues PO2 is 40 millimeter of mercury and the percentage is 70. طلع هون هاي عند التيشوز بيكون قديش؟ قلنا هاي شو الدنيا، هاي
عند التيشيز قديش قلنا ضغط الدم بارش بريشر اوكسجين قديش بيكون 40. طب لما يكون 40 قديش بيكون الساتوريشن حكينا؟ بتكون 70. اي ان بين قوسين شو بحكي لك؟ As the blood moves from the lungs to the tissues, the percentage of saturation decreases from 98% to 70. لما نيجي ننقل الدم من الرئة إلى التيشيوز المجاورة، التيشيوز تبعت الجسم، هذا يؤدي إلى نقصان الساتوريشن ونقصان ارتباط الهيموغلوبين بالدم. إذن وهذا الساتوريشن بيقل من 98 إلى 70%، يعني تقريبا 30% من الهيموغلوبين ترك الأكسجين تبعه يروح للتيشيوز. 30% من الهيموغلوبين ترك الأكسجين تبعه يروح للتيشيوز. It does not leave its oxygen completely on the 30%. هاي نقطة حطوا عليها 300 مليار خط. يا إخوان الهيموغلوبين لما يروح على التيشيوز تمام، احنا قلنا انه بيكون 98% ساتوريتد صح؟ تمام. يعني ايش المقصود 98% ساتوريتد؟ يعني 98% من الهيموغلوبين الموجود عندنا مرتبط باكسجين تمام. لما راح للتيشيوز كميه الهيموغلوبين اللي تركت الاكسجين فقط 30%، فقط 30%. تقريبا هي 28. هسه بيجي واحد في الفلسفة لي يجي يحكي لي والله لا هي 28%. اخويا مش فرق، مش بيناتنا والله، بيناتنا خلاص. اعتبرها 30. تقريبا 30% من الهيموغلوبين فقط هو اللي ترك الاكسجين تبعه. يعني انت ظل في عندك 70% من الهيموغلوبين بعده زي ما هو مرتبط باكسجين. طيب هذا 70% وين بنروح فيه؟ لن يستخدم، راح يرجع مره ثانيه على الرئه. ولما يرجع للرئه هناك راح يصير اكسشينج للاكسجين، والاكسجين راح يرجع يفوت، بس ياخذ هاي بس هذول ال 30% اللي ترك الاكسجين يرجع ياخذ اكسجين مره ثانيه ونطلع من الرئه. تمام. almost 30% of hemoglobin let its oxygen out. It does not leave its oxygen completely. مش كل الهيموغلوبين بترك الاكسجين، راح يضل عندنا تقريبا 70% من الهيموغلوبين بعد ما اشترك الاكسجين تبعه، تمام؟ And then the blood goes back to the lung and will load only the 30% and the cycle repeats. يعني مش راح ياخذ الا هذول 30% اللي من الاكسجين من الهيموجلوبين اللي يعني موجوده عندنا، تركت الاكسجين تبعها راح ترجع ترتبط باكسجين مره اخرى، والسايكل راح تعيد نفسها اللي هي من اللنجز على التيشيوز ومن التيشيوز على اللنجز مره اخرى، تمام؟ When we exercise we use more oxygen. هسه انت قاعد بالجيم تلعب بايسبس، يا سلام عليك، البايسبس عندك قاعد بتحركها كثير صح؟ العضلات لما تيجي تحركها راح تحتاج طاقة أكبر. طب كيف احنا راح ننتج هاي الطاقة الأكبر؟ عن طريق استهلاك أكسجين أكبر منطقيا. وبالتالي بما انه احنا قاعدين نستهلك اكسجين اكبر، وبالتالي احنا عندنا ضغط الاكسجين في التيشيوز والبارشل بريشر عندنا في التيشيوز تبعت العضلات راح يقل بزياده. يعني احنا عندنا التيشيوز الطبيعيه مثلا لما نيجي نحكي والله عن الكليه ولا عن الكبد ولا عن المعده بشكل عام، انت بيكون عندك اللي هي ضغط اللي هي البارشل بريشر تبع الاكسجين هناك بيكون 40. بل لما نروح نحكي عن العضلات وانت قاعد بتمرن هاي العضلات وقاعد بتحركها وتستهلك كثير اكسجين، ضغط الاكسجين في هذه التيشيوز بيكون 18 ل 20 مليمتر مركوري. اعتبرها يا سيدي 20 ومش بين. انت لما ينزل عندك اللي هو الضغط ل 20 تلقى قديش الساتوريشن راح يقل؟ الساتوريشن راح يقل لتقريبا 40%. يعني هون هيك وهون هيك ولا اوكي وهون هيك راح يقل تقريبا ل 40%. تمام. شو المقصود بهذا الحكي؟ المقصود عندما تمرن او عندما تمرن عضلاتك او عندما تتمرن هذا يؤدي الى استهلاك اكبر للاكسجين من قبل هذه العضلات، وبالتالي تركيز الاكسجين والضغط الاكسجين والبارشل بريشر اكسجين في هذه التيشوز راح يقل. بدل ما يكون 40 زي باقي التيشوز في الجسم راح يصير 18 ل 20 مليمتر مركوري. تمام. وبالتالي لما الاكسجين بالدم يجي، لما الهيموغلوبين عفوا او الدم يجي على هذه العضلات راح يظل ينقل الاكسجين تبعه لبرا تنه يوصل حرفيا البيرسنت اوف ساتوريشن 40%. هناك لما كانت على 40 قديش وصلنا؟ وصلنا 70%. اي المقصود انه ضايل في عندنا 70% من الهيموغلوبين بعدها مرتبطه بالاكسجين ووضعها تمام التمام. بينما اذا كنا قاعدين نتدرب نستهلك كثير اكسجين هذا يؤدي الى نقصان الساتوريشن ونقصان ارتباط الهيموغلوبين بالاكسجين الى كميه اكبر واكبر، مما يؤدي الى انه بس
40% من الهيموغلوبين الموجود عندنا مرتبط بأكسجين. يعني قديش كمية الهيموغلوبين اللي تركت الأكسجين تبعها؟ 60% of hemoglobin will release its oxygen to the tissues. يعني تقريبا حرفيا ضعف الكمية، هون 30 هون 60%، خططوا على وجهه 60% كمية الأكسجين اللي طلعت كمية هائلة. يعني طلعوا هون نزلنا من 40 ل 20، نزلنا 20 ملم في ميركوري يا اخوان، نزلت الساتوريشن من 70 ل 40، نزل 30% الساتوريشن. يعني هون احنا نزلنا بالبلاتو فيز من 100 ل 60، نزلنا 40 ملم في ميركوري وما صارش عندنا شيء، نزلنا 10% بس. ولكن من 40 ل 20 نزلنا بس 20 ملمي هي بارشل بريشر 20 زين 20 ملم في ميركوري، عندنا الساتوريشن نزل 30% زياده، نزل من 70 اللي هو عند ال 40 الى 40%، كميه هائله. عشان هيك هذا سميناه ستيب بورشن وبورشن الوادي تبع ابو الشطاوي. بس تمام more oxygen will get out of blood towards the tissues. طبعا منطقيا ليش هالقد انت عندك من الهيموغلوبين فقد الاكسجين تبعه؟ لانه احنا العضلات قاعده بتستهلك اكسجين كثير، العضلات بدها اكسجين عشان بدها طاقه، وبالتالي الهيموغلوبين راح يزوده بهاي الاكسجين الزياده، وبقول لك امرك يا سيدي، وبروح 60% من الهيموغلوبين بترك الاكسجين تبعه وبيطلع على هذه التيشوز. Again, at the steep portion, a small decrease in the partial pressure of oxygen will lead to a big decrease in the percent of saturation. نقصان قليل in the partial pressure of oxygen عند الستيب بورشن يؤدي الى فقدان كبير في ايش؟ في الـ percentage of saturation. تمام we said 98% of O2 is transported bound to hemoglobin، صح؟ قلنا 98% من الاكسجين يتم نقله. يا اخوان بس عشان نكون واضحين شوية، هاي ال 98 لما اجي احكيها هي مش نفس ال 98 اللي قاعد بحكيها انا قبل، تمام؟ يعني 98% هنا هاي percent of saturation، الله يرضى عليك، هاي جاني كثير حكي عليها صراحة، انه والله كيف، انه والله شو معنى اللي هي، انه هل معناته انه الاكسجين اللي قاعد بنتقل هو 98 وكل الهيموغلوبين مرتبط؟ لا، انت لما يكون عندك ضغط الاكسجين 100 مليمتر في ميركوري، 98% من الهيموغلوبين بيكون مرتبط باكسجين. هاي ال 98 هل حكيتكوها اول اشي، انه والله الاكسجين يتم نقله عن طريق طريقين، جزء منه صغير قاعد بنتقل عن طريق انه يكون ذايب في البلازما اي في السائل اللي هي طلعي 2% is physically dissolved in the plasma، و 97-98% من الاكسجين يتم نقله عن طريق الهيموغلوبين. هاي بتختلف عن 98% تبع الساتوريشن، ركزوا معي اوكي. هاي 98% انه بس انت عندك الاكسجين يتم نقله بطريقين، الطريق الاول انه 98% من الاكسجين يتم نقله عن طريق الهيموغلوبين، و 2% ينتقل ذائب في البلازما. تمام بيجي بيحكي لك هيموغلوبين افينيتي تو سي او، وهاي معلومه جدا مليحه خصوصا في ايش لما تيجي تدرس طب. راح يمر عليك حالات، صراحه انا سمعت عن حالي، يعني الناس الله يرحمهم صارت قصه بعجلون، على انه ناس توفوا على انه لما نزلوا على بير، هذا البير كان شغال فيه ماتور، هذا الماتور يا اخوان كان قاعد بيطلع غاز. شو الغاز هذا؟ هو اول اكسيد الكربون او سي او او كربون مونوكسيد، اوكي. طيب ليش ماتوا بسبب هذا الغاز؟ بكل بساطه هذا الغاز اخوان لما يجي انت تتنفسه ما بتحسش باي فرق، يعني ما في له ريحه، ما في له شيء، تحسها قاعد تتنفس هواء عادي. ما بتوع على حالك ولا انك مغيب واستنى حالك كمان 10 دقائق ثانيه بتلاقي حالك ميت. طيب ليش؟ ترجع بحكي لك هون هيموغلوبين افينيتي تو سي او اور كربون مونوكسيد، او اللي هي عباره اول اكسيد الكربون، از ماتش جريتر ذان اتس افينيتي تو او 2. يعني اذا انت تنفست هواء والهواء هذا كان فيه سي او وكان فيه ايش؟ اكسجين، الهيموغلوبين راح يروح يرتبط بالسي او على طول باول اكسيد الكربون وراح يترك الاكسجين، ما بدي اكسجين خلص. تمام؟ اذا الافينيتي فور ذا هيموغلوبين انه يرتبط بالاو بالسي او اكبر بكثير من انه يرتبط بالاكسجين. سو اف اني ون بريذز سي او ات ويل بايند تو هيموغلوبين اند ديكريزز ذا اماونت اوف باوند او 2. إذا أنت عندك الهيموغلوبين ارتبط بالسي او، شو هذا يعني؟ هذا يعني بأنه كمية الأكسجين المرتبطة بالهيموغلوبين قلت، يعني كمية الأكسجين التي توصل للتشوز قلت،
التيشوز والسيلز مش قاعد بوصلها اكسجين، مش راح تقدر تسوي اي تي بي، مش راح تقدر تسوي طاقه، شو راح يصير بالخلايا؟ راح تموت. تمام؟ بيجي بيحكي لك it will buy okay but the body won't notice it, the body will not notice it. عارفين جسمك مش راح يحس بانه والله انا عندي والله فرق، انه والله انا عندي هاي الهيموجلوبين مرتبطه بالسي او ولا مرتبطه بالاو2. انا قاعد بطلع الساتوريشن عمي، الساتوريشن تبع الهيموجلوبين 98% خلاص حتى قاعد يضلك ماشي، مش والله اطلع عشان الغاز مرتبط فيه. الجسم حرفيا مبرمج برمجه يعني، ولكن يعني يعني مش راح يلاحظ انه والله هذا الهيموجلوبين مرتبط فيه سي او مرتبط باو2. خلاص هيموجلوبين مرتبط بالغاز يعطيك العافيه يضلك ماشي بغض النظر شو الغاز. So it won't stimulate ventilation. يعني إذا أنت قاعد تتنفس CO هذا لن يحفز والله إنك أنت تصير تتنفس أكثر. لا إنه إذا واحد مثلاً كان في على سبيل المثال تخيل حالة قاعد بغرفة والأكسجين في هاي الغرفة كثير قليل، شو بصير تسوي؟ بصير تلاهث، بصير تلاهث ملاهثة. ليش؟ عشان أنت بدك أكسجين زيادة في جسمك. ولكن هون حتى لو إنه الأكسجين مش قاعد برتبط بالهيموجلوبين، الفنتيليشن والتنفس عندك مش راح يزيد، لأنه أنت جسمك شايف إنه الهيموجلوبين مرتبط بغاز، وبالتالي ما فيش داعي ازيد الفنتيليشن، بظله ماشي وهو مش داري عن حاله انه والله هذا الغاز المرتبط هو اول اكسيد الكربون مش اكسجين. This process is painless and can't be felt. زي ما حكينا الجسم مش راح يحس فيها، انت ما بتوعاش حالك ولا انت مغيب حرفيا، انت بتكون قاعد زي هيك فجاه بتحس بدوخه هيك ابو ثلاث ثواني بتضلك مغيب، وبعد الغيبوبه هاي اذا ما لحقوكيش على طول هي بتبخيره راح تموت على طول انت عمي. And that's why suicidal people use it mostly. معلومات جدا مفيدة صراحة لأغلبنا. المهم إذا إحنا حكينا بس أول أكسيد الكربون هو عبارة عن غاز، غاز توكسيك، غاز سام، إذا أنت تنفسه هذا الغاز يرتبط بالهيموجلوبين أكثر من قدرة يعني قدرة ارتباطه بالهيموجلوبين أكثر من قدرة ارتباط الأكسجين في الهيموجلوبين، وبالتالي راح يحل محل الأكسجين والهيموجلوبين راح ينقله والخلايا راح يبطل يوصل أكسجين، الخلايا راح تبطل تقدر تسوي طاقة والخلايا راح تموت وأنت راح تفوت في غيبوبة. طبعا ليش أنت تفوت في غيبوبة؟ لأنه كمية الأكسجين اللي قاعد توصل للدماغ مالها قلت كثير، والدماغ بده اكسجين على شكل متواصل، اذا الدماغ قطعت عن الاكسجين لمده 10 ثواني انت بتغيب. اذا انت وبالتالي انت قاعد بقل كميه الاكسجين اللي واصله للدماغ، الدماغ ببطل فانكشنينج ويل، انت راح تفوت بكوما وراح تموت بعديها. تمام؟ بحكي لك ذا افكت اوف بي اتش اند تمبرتشر. خلصنا من الاشياء الحلوه الزاكي، اتوقع اشياء والله كلها واضحه ان شاء الله. نفوت على اشياء ان شاء الله كلها اشياء سهله هسه راح تضل، اوكي؟ اوتش نكمل. يا اخوان شايفين هذا الموضوع؟ ايوه حياتي الغالي علي لا يجي عليه سؤال. اذا ما اجاش عليه سؤال يا اخوان راح يجي عليه سؤال من الاخر يعني. هذا تبع الافكت اوف بي اتش اند تمبرشر هيموجلوبين راح يجي عليه سؤال مليون بالمية، مش سؤالين كمان. واحدة البي اتش وواحدة التمبرشر. هذا موضوع جدا مهم، جدا 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 كثير مهم. اوكي؟ نبلش على السريع. والله شوف اوكي تمام قاعد بسجل. حلوين. نشوف اول شيء ما هو طبعا تعرف شو البي اتش؟ بي اتش عباره عن درجه الحموضه، درجه الحموضه، اوكي؟ نشوف اول شيء ما هو تاثير البي اتش على الهيموجلوبين ساتوريشن. اذا البي اتش عندنا زاد او البي اتش عندنا قل، شو راح يسوي عندك؟ بكل بساطه انا صراحه حافظها زي هيك وعشان اريح راسي من هذا الحكي كلياته اللي حكي الفاضي هذا. هذا طبعا هذا اللي بالنص، احنا عندنا البي اتش في الجسم 7.4 صح؟ بي اتش داخل الدم 7.4، انا عارف هاي المعلومه. انت عندك الكيرف هذا بالنص الاحمر او الخمري هو عباره عن الكيرف الطبيعي. بيحكي لك اذا البي اتش زاد الكيرف بيطلع لفوق بصير هذا الاصفر، واذا البي اتش قل الكيرف بنزل لتحت يعني بصير هذا الاخضر. تلاحظ شو حكيت؟ بي اتش قل الكيرف نزل، بي اتش زاد كيرف طلع لفوق. بس نقطة انتهت. شو بحكي لك؟ With acidity. طبعا انت بدك تحفظ معلومة بس شغلة. انه ال pH كيف بزيد؟ ايش اللي بزيد ال pH؟ ال pH طبعا عند السبعة بتكون متعادل، أكثر من سبعة قاعدي أور الكلاين، وأقل من سبعة بيكون أسيدك صح؟ وبالتالي إذا قل ال pH هذا يعني أنه صرنا أسيدك، وإذا زاد ال pH يعني صرنا قاعدي أو الكلاين، أوكي؟ فبيجي بحكي لك With acidity. شو يعني acidity؟ أي أن ال pH قل، ال pH قل. لو وين راح الكيرف؟ الكيرف went to the right and down and to the right. يعني صارت اذا انت عرفت انه والله انه راح لداون مبين انه راح لليمين صح؟ عشان احنا جايين ب يعني بطلع على المؤاخذة ثنائي الابعاد، وبالتالي اذا انت نزلت لتحت هذا الكيرف بما انه حرف اس راح يكون هذا حرف اس على يمينه صح؟
اذا انت قاعد بتنزل لتحت والى اليمين. اذا نقص البي اتش فانك انت بالكيرف قاعد تنزل لتحت down and to the right means that the affinity of hemoglobin to oxygen decreases. طيب والله البي اتش قل والكيرف نزل لتحت وشو يعني؟ انا بقول لك شو يعني. طيب البي اتش يا اخوان عندنا في الدم هي من اهم اذا لم تكن صراحه يعني هي اهم شغله المفروض انه لازم احنا او الجسم يتداركها بسرعه اذا قلت عنا او زادت عنا كثير. ليش؟ لانه اذا البي اتش قلت هذا يؤدي الى ايش؟ اما الله ناخذ مثلا عند ال 60 ناخذ خط عند ال 60 بعرفش اذا راح ياخذ اوكي ناخذ هون اوكي خلينا ناخذ خط عند ال 60 هون هيك قاعد ايش؟ بمر بالثلاث خطوط اوكي؟ عند ال 60 في الوضع الطبيعي قلنا قديش بيكون الساتوريشن؟ 90 تقريبا صح؟ اذا البي اتش قل قديش الساتوريشن تبع الهيموجلوبين بيكون؟ 77 76 يعني راح يكون قل كثير من 90 ل 76 يعني انت انت عندك اذا قل تركيز اذا قل انت عندك تركيز اللي هو مش تركيز اذا قل عندك اللي هو البي او 2 لكميه صغيره ها انت احنا المفروض السليب بورشن المفروض السليب بورشن بال 160 صح؟ المفروض نوصل 60 يكون عندنا اللي هو الساتوريشن بعده 90 ووضع بعده بالسليم ولكن هون اذا قل البي اتش امتى راح يصير عندك الساتوريشن 76 ولا 77 يعني انت عندك بس 77% من الهيموجلوبين مرتبط باكسجين يعني كميه الاكسجين راح توصل للتيشوز مالها اقل وبالتالي التيشوز مش راح يكون كافيه لها كميه الاكسجين هاي وبالتالي التيشوز راح تقل طاقتها راح تقل عملها وممكن نوصل لدرجه اذا قل عندنا البي اتش كثير هذا يؤدي الى وصول لدرجه انه كميه الاكسجين بالمره مش كافيه للدماغ هذا يؤدي الى موت الخلايا الدماغيه ويؤدي الى الموت في النهايه فبيحكي لك the affinity for hemoglobin for O2 decreases and we benefit from this when there is exercising muscle. والله سؤال هسا احنا بنعرف اثناء اللي هي تدريب العضله بس عندنا شغلتين خلينا نحكي كمان من هسا الشغله الاولى بيطلع عندنا ماده اللي عباره عن لاكتيك اسيد صح وهو عباره عن اسيد شو الاسيد قاعد بسوي قاعد بقلل البي اتش اذا قل البي اتش شو بصير بالافينيتي تبعت الهيموجلوبين قاعد بتقل وبالتالي احنا استفدنا من الشغله بانه at the tissue level على التيشو ليفل عند المسلز لما يكون عندك الوضع لما يكون عندك اللي هو الحاله والوضع اسيدك ايش بيؤدي هذا الامر؟ هذا يؤدي الى انه الكيرف يروح لليمين والى الاسفل وبالتالي الهيموجلوبين راح يترك اكسجين اكثر والاكسجين راح يروح بكميه اكبر الى العضلات والعضلات راح يستخدم هاي الاكسجين وبالتالي راح نلبي اللي هي امر العضلات بانه والله العضلات بدها اكسجين اكبر وبالتالي احنا لبينا لها امرها بانه والله انت عندك البي اتش عند العضلات قل وبالتالي الهيموجلوبين راح يفلت الاكسجين اللي عنده وكل الاكسجين هذا راح يروح للعضله تمام؟ And the affinity of hemoglobin to O2 is reduced, more O2 will be released at the tissue level. تمام؟ تمام. إذا a quick recap أنت عندك إذا الـ pH قلت أي أنه صار الوسط أسيدك هذا يؤدي إلى نقصان الـ affinity of hemoglobin to oxygen. شنو نقصان الـ affinity؟ هذا يعني أن الهيموجلوبين راح يبطل عنده قدرة أنه يرتبط بالأكسجين زي عالم الناس، فالهيموجلوبين راح يفلت الأكسجين تبعه، تمام؟ هذا متى نستفيد منه؟ عند العضلات، عند لما نسوي اكسرسايز. لما نتدرب كيف؟ بين العضلات لما نيجي نتدرب بتطلع اسيد اسمه لاكتيك اسيد، هذا الاسيد بيقلل عندنا البي اتش وبالتالي يؤدي الى تغيير الكيرف من هذا الوسط الى هذا الوسط، ما يؤدي الى نقصان الافينيتي اوف هيموجلوبين تو او 2 وبالتالي الهيموجلوبين قاعد بيترك الاكسجين تبعه والاكسجين قاعد بيطلع من الدم باتجاه المعضلات والعضلات قاعد تستخدم الاكسجين اللي هي بدها اياه. تمام تمام طبعا انا حكيت لكم قبل شوي انه في عندك انت شغلتين بتصير العضلات الشغله الاولى انه انت بصير في عندك نقصان في البي اتش زياده اسيديتي والشيء الثاني هو زياده درجه الحراره هاي نحكيها تحت ان شاء الله اوكي بيجي هيك وذ الكلينيتي اللي عباره عن مع القاعديه يعني بين قوسين البي اتش زادت البي اتش زادت شو راح يصير قلنا اذا البي اتش زاد شو راح يصير بالكيرف راح يطلع لفوق وراح يروح لليسار the curve will shift to the left and upwards تمام تمام شو يعني هذا الحكي يعني لو اخذنا نفس الشيء عند ال 60 عند ال 60 هون كانت اللي هي قد 70% طلعنا هون عند ال 60 والله قديش بتكون؟ بتكون تقريبا عفوا هون ها عند ال 60 هون بتكون 90% عفوا 90% صح؟ هون عند ال 60 بتلاقيها 94 ولا 95%
يعني شو يعني؟ يعني قدرة الهيموغلوبين بأنه يرتبط بالأكسجين على كمية أو على ضغط أكسجين واطي بيكون أكبر بكثير. يعني قدرة الهيموغلوبين بأنه يرتبط بالأكسجين is more. The affinity of hemoglobin for oxygen is higher. بحكي لك means the affinity of hemoglobin to oxygen increases. وبالتالي الهيموغلوبين بيظل منزق بالأكسجين تبعه والهيموغلوبين مش راح يفلت الأكسجين تبعه. وبالتالي less O2 will be released at this tissue level. طيب واحد بيجي بيحكي لي طيب يا اخي هذا اشي مليح، يعني هذا يعني انه والله احنا بنقدر نطلع لاعلى عري اكبر بدون ما نصاب بشيء. بحكي لك يا حبيبي لا، انت قاعد بتفكر بس اون ذا سيرفيس، يعني انت قاعد بتفكر عند الاشي العالي عند الستيب بورشن. امتى عند التيشوز قلنا قديش كميه اللي هو او قديش البارشل بريشر اوف اكسجين 40 صح؟ نشوف مع بعض. عند الوضع الطبيعي على 40 بيكون 70% صح؟ تمام. لما تطلع هون عند اللي هي 7.6 لما يكون انت عندك الوضع قاعدي او الكلاين او بي اتش زايد يعني بين قوسين بيكون انت عندك قديش اكثر من 80 اعتبرها 80 يا سيدي اعتبرها 80 بيكون عندك 80% من الهيموغلوبين بعد ما ارتبط بالاكسجين تمام. يعني ايش المقصود اذا انت عندك 98% نزلت ل 80 قديش ترك اكسجين كم بيرسنتج في هيموغلوبين تركت اكسجين من 98 ل 80 قديش الفرق 18% يعني 18% فقط من الهيموغلوبين تركت الاكسجين تبعها. يعني امتى كميه الاكسجين الموجوده في الدم عاليه نعم صحيح ولكن كميه الاكسجين قاعد تطلع للتيشوز قليله جدا لان الهيموغلوبين ملزق تلزيق بالاكسجين. يعني زي ما حكينا تخيل قارب وانت راكب عليه ولكن نزلت القاعدية راه واحد لزق جريك بالقارب حطلك صمغ ممنوع تطلع عمي ممنوع تطلع فهم علي كيف؟ وبالتالي حرفيا لما يزيد انت عندك البي اتش انت صمغت الاو 2 على الهيموغلوبين ومنعت الاكسجين يطلع من الهيموغلوبين وبالتالي لما وصلنا لحد التيشوز الاكسجين اللي قاعد بيطلع التيشوز كميته جدا قليله وبالتالي احنا ما استفدناش بانه والله الهيموغلوبين قاعد بيرتبط كميه اكسجين اكبر لانه كميه الاكسجين اللي قاعد تطلع من الهيموغلوبين باتجاه التيشوز كميه قليله تمام. طيب شو بحكي لك؟ at the max the partial pressure of the three curves they all be saturated. شو المقصود؟ يعني مقصود هذول الثلاث خطوط كملهن لقدام كلياتهم راح يلتقن في خط واحد الا وهو ال 98% تمام؟ ولكن اكيد المقصود انه والله عند بارشل بريشر طبعا هون مثلا هذا وصل 98% لما اللي هو لما يكون 7.6 وصل 98% هو وصل اللي هي 98% هون لما يكون عندك 90 مليمتر ميركوري بس الوضع الطبيعي بالدميه وعندك لما يكون البي اتش قليل يعني وضع اسيدك اكيد بده ايش بارشل بريشر اكبر لحد ما يكون الساتوريشن 98% تمام تمام. يعني النقطه اللي هي اساسيه في هاي النقطه انه كل هذول ثلاث خطوط في النهايه راح يلتقن في خط واحد الا وهو ال 98% ويكون الهيموغلوبين كلياته ساتوريتد تمام. ولكن البارشل بريشر بهذول الثلاث خطوط يختلف. If we want the hemoglobin to maintain its oxygen we increase the pH. شو المقصود اذا احنا بدنا الهيموغلوبين يظل ملزق بالاكسجين تبعه شو حكينا بنسوي؟ اذا البي اتش حكينا زادت بتصمغ وبتزيد التلزيقه الاكسجين في الاوتو صح؟ وبالتالي احنا بنزيد البي اتش اي مور الكلاين. ولكن if we want the hemoglobin to release its oxygen زي عند العضلات لما بلش تفرز لاكتيك اسيد صح؟ هذا شو بنسوي؟ we decrease the pH اي مور اسيدك تمام؟ تمام. خلصنا من البي اتش نفوت على التمبرتشر. هسا على البي اتش كمختصر اذا البي اتش زاد يؤدي الى زياده الافينيتي وبيحرك الكيرف تو ذا ليفت اند اب. اذا البي اتش قل يؤدي الى نقصان الافينيتي تبعت الهيموغلوبين وتحريك الكيرف تو ذا رايت اند داون. احفظ لي هاي المعلومتين اللي حكيتهم هسا وانت حرفيا راح تجاوب اي سؤال يجيك ان شاء الله. هسا نشوف التمبرتشر وتاثير التمبرتشر على الهيموغلوبين ساتوريشن. حكينا قبل شوي عند العضلات شو بصير؟ بصير تكوين طاقه، الطاقه شو بتكون لنا؟ بتكون لنا طاقه بتكون لنا حراره. وبالتالي الحراره عندما بتزيد عند العضلات منطقيا انت بس احفظ لي نقطه، انت احفظ لي نقطه واحده. عند العضلات بدنا نطلع اكبر كميه اكسجين ممكنه الى هاي العضله، تمام؟ وبالتالي اذا زادت الحراره عند العضله هذا يعني بانه في عندك اكسجين زياده قاعد بتطلع عند العضله. بين قوسين عند زياده درجه الحراره الكيرف راح يروح باتجاه اليمين والى الاسفل والى الاسفل واليمين.
يعني الافينيتي اوف هيموجلوبين راح تقل، الهيموجلوبين راح يبلش يطلع اكسجين اكبر للعضلات. تمام تمام. فطلع شو بيحكي لكم، as the temperature increases the curve will shift to the right and down. طيب هاي هذا الكيرف الرئيسي 230 عند زيادة الحرارة ايش قاعد بيصير فيه؟ it moved to the right and down صح. At the tissue level, higher temperature leads to more oxygen given to the tissues and less oxygen hemoglobin ايش saturation. So the curve shifts to the right. انت مرة اخرى اذا بدك تحفظ كل اشي عن هذول النقطتين الـ pH او الـ temperature، انت تذكر لي بس العضلات. العضلات عندها في عندها lactic acid يعني بتصير acidic، وفي عفوا وفي عندها طاقة قاعدة بتزين درجة الحرارة، يعني الحرارة زايدة والأسيديتي زايدة. تمام؟ يعني عند العضلات قاعدين بنطلع أكسجين أكبر، الأكسجين أكبر قاعد بيطلع عند العضلات بحالتين اللي هي زيادة درجة الحرارة وزيادة الأسيديتي بين قوسين نقصان الـ pH. تمام؟ تمام. إذا أنت فهمت هاي المعلومة أنت بس روح على الإشي الثاني إنه اعكسه وراح يبلش معك إشي بسيط. إذا إحنا قلنا عند العضلة قاعدة بزيد درجة الحرارة وقاعد بقل الـ pH وقاعد بزيد كمية الأكسجين الطالعة، طيب إذا أنا زدت الـ pH شو بصير كمية الأكسجين الطالعة؟ راح تقل. بين قوسين increase the affinity of hemoglobin to oxygen. تمام. طيب إذا أنا قللت درجة الحرارة في التيشو شو راح يصير؟ راح تقل تطليع الأكسجين من الهيموجلوبين، يعني الهيموجلوبين راح يلزق بالأكسجين بزيادة صح. يعني انت بس اعرف نقطه واعكسها للجهه اللي بعد للجهه الثانيه. تمام. نطلعوا لي هون بالله هذا الوضع الطبيعي، هذا اللي هو اللون زي البينك او الموف، هذا اللي هون هذا هو عباره عن الوضع الطبيعي، هذا اللي هو الخط اللي تحتيه هو عند زياده درجه الحراره the curve moves to the right and to the down، اي ان الهيموجلوبين راح يتخلص بكميه اكبر من الاكسجين، واذا قلت درجه الحراره the curve will move up and to the left مما يؤدي الى تلزيق الهيموجلوبين في الاكسجين بكميه اكبر. تمام تمام. When we do exercises, heat will increase because this is an indication of increasing metabolic activity. لما نتدرب، لما نسوي exercises، الميتابوليك اكتيفيتي راح تزيد، لأن العضلات قاعدة بتستهلك أكسجين أكبر، قاعدة بتسوي طاقة أكبر، صح؟ So the affinity of hemoglobin to oxygen decreases. كمية الهيموجلوبين والساتوريشن تبع الهيموجلوبين للأكسجين قاعد بقل لأن الحرارة زادت، وبالتالي more O2 will be released at the tissue level. إذا أنا بدي أجمع لك ثلاث نقاط بنقطة واحدة، عاد إنه على اللي هو على المسل مثلا عند مثلا المسل أو when we exercise بين قوسين، أنت راح يصير عندك ثلاث شغلات. أول إشي إنه المسل قاعدة تستهلك كثير أكسجين، وبالتالي تل partial pressure الأكسجين قاعد بقل كثير وقاعد بنزل الكيرف بزيادة والهيموجلوبين قاعد بفلت أكسجين زيادة. هاي واحد. ثانيا when we exercise العضلات راح تبلش تنتج اسيد، وبالتالي راح يصير عندك اسيدك ميديوم وال pH راح يقل، وال pH لما يجي يقل يؤدي الى نقصان الساتوريشن تبع الهيموجلوبين ونقصان الافينيتي تبع الهيموجلوبين الاكسجين، وبالتالي راح تترك الاكسجين يطلع للايش العضلات اكثر واكثر. والنقطه الثالثه at the muscle level when we exercise كمان راح تبلش يتكون طاقة، وهاي الطاقة راح تسوي لي حرارة، وهاي الحرارة راح تسوي لي ايش؟ نقصان in the affinity، اذا decrease the affinity of hemoglobin to oxygen، مما يؤدي الى releasing of the oxygen from the hemoglobin، ويطلع هذا الاكسجين للمسل تيشيو، او اللي هي التيشيو بشكل عام لما نسوي الاكسرسايز. تمام؟ اذا حكينا عن الـ PO2، وحكينا عن الـ pH، وحكينا عن temperature عند المسل، عند اللي هي مثلا اثناء when we exercise. اذا انت عرفت هذول الثلاث when we exercise حرفيا بس اعكسهم وكل شيء راح يصير سهل عندك ان شاء الله. هسا نشوف تأثير الـ CO2، تأثير الـ CO2 على اللي هو الـ saturation of hemoglobin to oxygen. يعني حتى الغاز الثاني اللي هو ثاني أكسيد الكربون بيأثر على الأكسجين. طب واحد بيسألني إيه؟ طب كيف؟ أنا بقول لك كيف؟ بكل بساطة الـ CO2 عبارة عن غاز ماذا؟ الـ CO2 غاز حمضي. CO2 غاز حمضي. راح نحكي هاي المعلومة في المحاضرة الجاية إن شاء الله، محاضرة 11. الـ CO2 خلي لي بالك انه غاز حمضي، يعني المقصود اذا الـ CO2 زاد يؤدي الى زيادة الحموضة، زيادة الاسيديتي. تمام؟ زيادة الاسيديتي بين قوسين نقصان الـ pH. طيب اذا قل الـ pH شو راح يصير عندنا بالكيرف؟ والشيفت تو ذا رايت اند داون يا اخوان، خلاص حفظناها صح.
If the pH decreases, the curve will shift to the right and down. And if the pH increases, the curve will be shifted up and to the left. صح؟ طيب CO2 زاد يعني acidity زادت يعني pH قل. pH قل راح يقل والكيرف راح ينتقل إلى اليمين وإلى الأسفل. طيب CO2 قل يعني الأسيديتي قلت يعني بين قوسين الكلاين صار الوضع وبالتالي pH زاد. pH لما يزيد سينتقل الكيرف إلى الأعلى وإلى اليسار. نقطة انتهى. Increase the production of CO2 is related and indicates an increase in metabolic rate. بيجي بحكي لك إذا أنت زاد تنتاج CO2 عندك في الجسم هذا قاعد بدل لك إنه أنت قاعد بتزيد الأسيديتي عندك أو قاعد بدل لك على إنه أنت في عندك metabolic rate زيادة. فبيجي بحكي لك as the CO2 increases the curve will be shifted to the right and down. ليش؟ لأن CO2 عبارة عن غاز حمضي وبالتالي زيادته قاعد بتقلل لي البي اتش، وبالتالي نقصان البي اتش قاعد بنقول الكيرف الى اليمين والى الاسفل. وشو يعني؟ الكيرف راح اليمين والاسفل means that the affinity of hemoglobin towards oxygen decreases. بالاضافه hemoglobin holds less، يعني شو مقصود بهي الجمله؟ انه hemoglobin holds less oxygen in the presence of high CO2. اذا كانت كميه السي او 2 عندنا كبيره هذا يعني بان الهيموجلوبين يرتبط بكميه قليله من الاو 2. تمام؟ This is good because it helps O2 unloading to cells of metabolically active tissues. حتى عند المسلز نفس الإشي. عند المسلز الخلايا تبت المسلز قاعدة تستخدم O2 كثير صح؟ وقاعدة بتطلع لنا فضلات. هاي الفضلات قلنا منها إيش؟ منها اللاكتيك أسيد اللي بتسوي لنا إن هي نقصان في البي اتش، بالاضافه لهذا اللاكتيك اسيد بتسوي فضلات اللي هي السي او 2. وبالتالي انت عندك صار اربع نقاط. عندنا عند المسلز البي او 2 بقل، البي اتش بتقل، التمبرتشر بزيد والسي او 2 بتزيد، وهذول كلياتهم يؤدن الى شيفتنج. لا هنا البي او 2 سيبك منها، هذول كلياتهم يؤدن الى انلودنج زياده ويؤدي الى فقدان الهيموجلوبين للاكسجين. هسه البي او 2 اذا قلت بتشتغل على الكيرف الرئيسي. انتبهوا، اذا البي او 2 قلت الكيرف ما بتغير شكله على الكيرف الرئيسي، ولكن الكيرف الرئيسي بننزل فيه لتحت. هي النقطه بس. بينما لما اجي احكي عن البي اتش والتمبرتشر والسي او 2 شكل الكيرف كله راح يختلف، حيث ان زي ما حكينا اذا التمبرتشر زادت او البي او السي او 2 زاد او البي اتش قل هذا يؤدي كلياته الى تحريك الكيرف الى اليمين وللاسفل وبصير شكله زي هذا الكيرف الاحمر اللي هون. تمام تمام. increase CO2 pH falls decreases the oxygen affinity. المقصود اذا زاد السي او 2 يقل الاكسجين افينيتي، لان الاكسجين لان السي او 2 هو عباره عن يؤدي الى تكوين وسط حمضي اي نقصان البي اتش. It is useful during physical exercise when more carbon dioxide is produced. وحكينا هاي معلومه من قبل. خلينا نحكي معلومه خفيفه ولطيفه قبل ما نحكي عن طرق. طبعا حرفيا هي موضوع قبل الاخير ان شاء الله، موضوع جدا سهل. في عندك الولد لما يكون في بطن امه، انت عندك البلاسينتا صح؟ البلاسينتا هو عبارة عن الغشاء أو عبارة عن الوسط الذي يصير فيه انتقال المواد ما بين دم الأم ودم الجنين صح؟ طيب كيف الأم بتنقل الأكسجين وهو غاز من دمها إلى دم الجنين صح؟ هسا أنت في عندك اللي هو دم الأم هو عبارة عن فيه هيموجلوبين. لو أنه كان دم الجنين هيموجلوبين أنت حرفيا مش راح يصير في عندك أي انتقال للغازات. ليش؟ لأنه تخيل أنت دم الجنين هو عبارة عن هيموجلوبين وظل ماشي، أفينيتي أوف هيموجلوبين هون راح يكون نفس أفينيتي اللي هون، يعني الهيموجلوبين سواء حطيته أنت على المريخ ولا سواء حطيته أنت بالأرض فمش راح تختلف أفينيتي نفسها صح؟ تمام. يعني لو كان الهيموجلوبين في جسم الجنين أو في هيموجلوبين في جسم الأم راح يكون نفس الإشي صح؟ تمام. بيجي بحكي لك إنه انت في دم الجنين ما بيكون عندك هيموجلوبين لسبب، لانه لو كان انت عندك هيموجلوبين الموجود في دم الجنين هذا يؤدي انه والله دم الجنين دم الام قاعدات بيمشن جنب بعض وما فيش اي انتقال للاكسجين، لانه الاكسجين المفروض ينتقل من ايش لايش، من شيء قاعد بسحبه من وسط اعلى وسط اقل، ولكن الاكسجين خاص مرتاح بقاعدته على الهيموجلوبين، فمش راح ينتقل الى ايش جسم الجنين، لانه في عندك اصلا فاصل بيناتهم اللي هو بلاسينتا صح؟ تمام. ولكن النقطه وين؟ بحكي لك دم الجنين has something called myoglobin. في تسبلات doesn't have hemoglobin however it has myoglobin. شو الميوغلوبين؟ الميوغلوبين
هي نفس الشيء. الميوغلوبين هي عبارة عن جزيئة جلوبين فيها هيم، وهذا الهيم برضه أكسجين. ولكن النقطة وين؟ النقطة وين؟ إنه هذا الميوغلوبين عندها قدرة أكبر إنها ترتبط بالأكسجين من قدرة الهيموغلوبين. وبالتالي لما يجي دم الجنين يمشي بجانب دم الأم، الميوغلوبين راح يصفق الهيموغلوبين كف ويسرق منه أكسجين. تمام؟ الميوغلوبين راح يجي يسرق الأكسجين الموجود على الهيموغلوبين، لأنه الميوغلوبين عنده قدرة أكبر إنه يمسك إيش؟ أكسجين، وأفينيتي أكبر للأكسجين من الهيموغلوبين. طيب شو بحكي لك؟ ميوغلوبين has higher affinity for oxygen، يعني عنده قدرة على الارتباط بالأكسجين أكثر من الهيموغلوبين. So in the placenta, the myoglobin in the fetus blood will take the oxygen from the hemoglobin from the mother's blood. بحكي لك الميوغلوبين الموجود داخل دم الجنين راح يمسك الهيموغلوبين يصفقها كفين ويأخذ من الأكسجين طبخاه عنها. ليش؟ لأنه الميوغلوبين مرة أخرى has higher affinity for oxygen than hemoglobin. تمام؟ إذا عند البلاسينتا لما يلتقي هذين الدمين مع بعض، الميوغلوبين راح يأخذ الأكسجين من دم الأم أو من الهيموغلوبين تبع الأم، because as we said myoglobin affinity for oxygen is higher which is enough for developing fetus. واحد بيجي بيسألني طيب يا أخي حتى لو إنه كانت الميوغلوبين قدرته ينطلي بالله طلع على الكيرف هنا، هاي الكيرف تبع الميوغلوبين، هذا الكيرف تبع اللي هو الهيموغلوبين، يعني الفرق مش كثير كبير. صح إنه الميوغلوبين عنده قدرة أكبر يرتبط بالأكسجين، ولكن مش الفرق الهائل. صح إنه هو راح يأخذ كمية قليلة من الهيموغلوبين، من الأكسجين موجود في الهيموغلوبين. هل معقول هاي الكمية القليلة من الأكسجين تكفي الفيتس؟ عاد المؤاخذ الفيتس مش قاعد بلعب فوتبول بطن الأم، هو قاعد بتكي لا بسوي شيء وقاعد ما هو صح. وبالتالي حتى لو إنه الميوغلوبين قاعد بأخذ كمية أكسجين قليلة، إذا هاي كمية أكسجين قليلة is enough then for the developing fetus، لأنه الفيتس needs a small amount of oxygen as he doesn't move، هو مش قاعد بتحرك، قاعد هناك وماخذ راحته عمي، أكله ونومه أكسجينه جاي ببلاش، وبالتالي ليش بده يتحرك؟ بالضبط. وصلت المعلومة؟ تمام. بحكي لك الميوغلوبين كيرف بيجي هيك it's shifted to the left and to the up، بحكي لك up and to the left. تمام؟ شاني up and to the left؟ يعني بيكون انه هي الميوغلوبين له قدرة اكبر وافينيتي اكبر انه يرتبط بالاكسجين، وبالتالي راح يسحب الاكسجين من الهيموغلوبين. تمام؟ the red curve is the hemoglobin and the purple one والله ازرق مبين علي. anyways the purple one is for the myoglobin. تمام؟ شرفت المعلومة؟ تمام. نفوت باخر موضوع ان شاء الله، هذا الموضوع جدا سهل وراح يخلص ان شاء الله ما عليك ابو 10 دقائق زي ما مش راح اتاخر فيه. كربون دايوكسيد ترانسبورت ان ذا بلاد، بيجي بك كيف السي او 2 ينتقل في الدم. احنا حكينا عن الاو 2 والاكسجين، بالاو 2 بينتقل عن طريقين، 2-3% بيكون ذائب في البلازما، و98% بيكون ايش مرتبط مع الهيموغلوبين على شكل اوكسي هيموغلوبين. صح بيجي بيحكي لك بالنسبه للسي او 2 لا السي او 2 بيكون مختلف. طيب تابعوا لي هاي الصوره. السي او 2 بيجي زي هيك، بيجي اللي هي من الرئة، بيجي من التيشوز بفوت على اللي هو الدم، ومن الدم راح ينتقل للرئة. صح؟ طب كيف ننقل من التيشوز للرئة؟ بكل بساطة كالآتي، بيحكي لك 7% من السي او 2 سيذهب الى البلازما ويذوب فيه. طيب لما اجي احكي لك هالمعلومة ايش راح يخطر ببالك؟ انه والله انا عندي السي او 2 7% بذوب منها، ولكن الاكسجين كان فقط 2، يعني سي او 2 عنده قدرة ذائبية اكبر من الاو 2. صح؟ لان هون ذاب 7% وهناك ذاب 2%، وبالتالي بما ان السي او 2 كميته في الذوبان اكبر، وبالتالي ات هاز ا هاير افينيتي انه ايش ماله يذوب في البلازما. اذا اول شيء بالسي او 2 بيروح بيذوب 7% منه بالبلازما، تمام، كشكل غاز. بعدين ال 93% الباقيات بيروحن على الار بي سي، ما بيروحن بيرتبطن كلياتهم بالهيموغلوبين زي الاكسجين. لا 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 لا، هون من ال 93% فقط 23% بيرتبط بهيموغلوبين، وبكون عندنا مركب طبعا نفس ارتباط الاكسجين، حرفيا قارب وركب عليه اللي هي ثاني اكسيد الكربون، يعني ارتباط ليس تفاعل كيميائي، ولم يحدث عندنا اي اختلاف في شكل اي واحد منهم.
صحن وحطيت عليه ايش؟ لقمه المنزف فقط لا غير. انت عندك صحن وحط عليه سي او 2 فقط، تمام؟ كون عن المركب شو اسمه المركب؟ كاربامينو هيموغلوبين. كاربامينو هيموغلوبين، تمام؟ كاربامينو من طبعا كارب يعني من كربون دايوكسيد، وهيموغلوبين اتوقع مبين عشان هيموغلوبين يعني. طيب ال 70 احنا حكينا من 93 طلع 23% راح هيموغلوبين. طيب ضايع 70% وين بيروح هنا هذول؟ اها تشو بحكي لك؟ خلينا نمشي بالله بالمعلومات اول باول. تشو بحكي لك هون؟ CO2 is produced by the cell in the tissues, it diffuses to the plasma. من البلازما هناك بحكي لك the CO2 has greater solubility in the plasma than O2، صح؟ احنا حكينا قدرة ال CO2 على الذوبان اكبر من قدرة ال O2 على الذوبان، وبالتالي ال CO2 سيذوب كمية اكبر منه في اللي هو ايش؟ بالبلازما. فبحكي لك CO2 7% بذوب منه على عكس ال O2، ال O2 اللي بذوب منه قديش منه هناك؟ بس 2-3%. بحكي لك the rest اللي 93% بيروح لل RBCs it will be divided into two parts. البارت الأول اللي هو 23% راح يروح يرتبط لفري هيموغلوبين، تمام؟ forming carbamino hemoglobin. This is similar to oxygen binding to hemoglobin. إنه شو يعني؟ This is not a chemical reaction يا إخوان. والله والله وحياة جدة تهلالي ما هي chemical reaction. عبارة عن إيش؟ عندك قارب وركبت عليه إيش؟ ال CO2. ما في أي reaction بيناتهم، بس ارتباط مسكت إيد بإيد بس. And the structure of hemoglobin and CO2 does not change. نفس الـ O2، تمام؟ الـ 70% الباقيات كالآتي راح يصير عندنا. الـ CO2 راح يروح يرتبط بذرة أو جزيئة ماء موجودة داخل الـ RBC. الـ CO2 بشمط بذرة المي بكون لنا H2CO3، تمام؟ تجي بحكي لكم CO2 and water react to produce bicarbonic acid. bicarbonic acid هو عبارة عن H2CO3، تمام؟ إذن أول إشي عندك اللي هي CO2 بيروح بشمط مع O2 مع H2O وبكون لنا H2CO3. هذا ال H2CO3 تكوينه أو هاي هي التفاعل اللي هو CO2 زائد H2O is facilitated ويتم عن طريق تسهيله عن طريق إنزيم. شو اسمه هذا الإنزيم؟ Carbonic Anhydrase. بيجي واحد بيسألك Carbonic Anhydrase is placed or is found where؟ وين بتلاقي Carbonic Anhydrase؟ In the red blood cell. احنا حكينا ونعيد معلومات 93% من الـ CO2 يذهب الى الـ red blood cell، 23% من هاي 93 راح تروح تتزبط به هيموغلوبين تكون كربامين هيموغلوبين ما لناش فيها. 70% من الـ CO2 اللي فات عنا على RBC وبعده مش مرتبط بإشي بيروح بيرتبط بـ H2O، وارتباط CO2 بالـ H2O يتم عن طريق إنزيم اسمه Carbonic Anhydrase، تمام؟ هذا Carbonic Anhydrase هو عبارة عن إنزيم يسهل تفاعل CO2 مع الماء، وهو عبارة عن إنزيم وين موجود؟ داخل الـ RBC، وهي معلومة كثير مهمة. شو بكون لنا في الآخر؟ H2CO3 بين قوسين Bicarbonic Acid. هسا البايكربونيك أسيد لن يلبث إنه والله يتكون ولا هو متحلل شغلتين. H2CO3 dissociates ويتحلل إلى ماذا؟ إلى بايكربونيت اللي هي H2HCO3 minus و which is basic، طبعا هذا عبارة عن basic solution، تمام؟ and H plus and H plus. إذن H2CO3 في منها H بتطلع على شكل H plus وال HCO3 minus كمان بتطلع على جهة ثانية. بعدين بعد ما يجي يتفكك هذا H2CO3 ويعطينا HCO3- و H+، كل واحد من هذول الاثنين بيروح بطريق، حيث أن ال HCO3- بيطلع من ال RBC وبيطلع البلازما وبيظل منتقل بالبلازما نوصل للرئة. لما نوصل للرئة بصير انعكاس للعمليات، انه ال HCO3- بيرجع بفوت بيرتبط مع ال H+، بيكون لي H2CO3 minus H2CO3 H2CO3 بتتحلل الى CO2 H2O. مش نقدر رح نرجع نشرح ان شاء الله شوي لقدام يعني. اذا H2 بحكي لك بايكربونيت will get out of RBC to the plasma. البايكربونيت هنا رح يجي يطلع من ال RBC للبلازما عشان يضل ينتقل بالبلازما لحد الرئه، تمام؟ عشان اللي هي السوليبيليتي تبعت HCO3 minus كثير عاليه، بيضل ايون، هو عباره عن ايون، والايون شو قدرته على الذوبان في الماء او في السوائل؟ كثير عاليه، صح؟ وبالتالي سينتقل للبلازما but it has a negative charge. يعني تخيلي والله انه انت عندك 70% من CO2 اللي فاتت كونت نيجاتيف تشارج هون، يعني تخيل انه والله كل هاي النيجاتيف تشارج طلعت لبرا
معناته الار بي سي راح تصير كثير موجبه، راح تصير تراكم فيها شحنات موجبه كثير، يعني شحنات موجبه كثير عاليه، هذا راح يكون شيء سلبي لانه صح. فبيحكي لك هاي النيجاتيف تشارج اللي طلعت لبرا او الشحنه السالبه طلعت لبرا لازم نعوضها بشحنه سالبه اخرى. كيف؟ فبيجي بيحكي لك there has to be a compensation for this، لازم نعوض الشحنه السالبه اللي طلعت اللي هي HCO3- من الار بي سي على البلازما. This is done by chloride ions as bicarbonate gets out، عندما يطلع البايكربونات لبرا كلورايد ايونز gets in and then it compensate for the charge. يعني بحكي لك لما يجي البايكربونات يطلع من الار بي سي على البلازما بتيجي على طول مكانه سي ال ماينس وكلورايد بتفوت عشان تحل محل الشحنه السالبه اللي طلعت لبرا. تمام، شو اسم هاي العمليه اللي هي عباره عن تبديل الشحنه السالبه طلعت مع كلورايد؟ سموها كلورايد شيفت. اذا شو الكلورايد شيفت؟ It's a phenomenon which describes the exchange of Cl- in the plasma to enter RBCs in exchange of bicarbonate. هي عبارة عن نظرية وهي عبارة عن عملية إيش؟ تبادل Cl- وانتقاله من البلازما إلى RBC بالتبادل مع إيش؟ مع البايكربونات الذي يخرج من RBC باتجاه البلازما. تمام؟ تمام. إذا إحنا صار فينا العملية كالآتي، إذا بدي أحطها بثلاث خطوات. CO2 ارتبط مع H2O كمان لنا H2CO3 minus. H2CO3 minus تحلل الخطوة الثانية H2CO3 minus تحلل إلى H2O H2CO3 تحلل إلى HCO3 minus و H plus. والخطوة الأخيرة HCO3 minus خرج إلى البلازما بتبادله مع Cl minus الذي دخل إلى داخل الـ RBC. تمام؟ طب واحد بيجي بيسألني يا أخي الـ H plus احنا حكينا أنها عبارة عن حمضية صح؟ يعني اصلا اللي هي الحم ال pH بشكل عام ال pH والحموضه بتعتمد على ال H+، ال H+ زاد يؤدي الى حموضه صح؟ يا اخي هاي ال H+ اللي اجت تكون بداخل ال RBC مش ممكن تروح تزيد الحموضه كثير داخل ال RBC وتدمر لي اياها؟ بحكي لك نعم صحيح، وسؤال جدا خرافي، ولكن وين؟ ال H+ هاي اللي تكونت عندي بتروح عشان ما تسوي هذا الوسط الحمضي شو بتسوي؟ بتروح بترتبط بالهيموغلوبين اللي بعده مش مرتبط فيه ثاني اكسيد الكربون، قلنا 23% بس من من 23% بس من اللي هو السي او 2 راح ارتبط بالهيموغلوبين صح؟ ظل عندك كميه هيموغلوبين كثيره بعدها هيك متكي ولا مسوي شيء صح؟ فبيجي عندك هذا الاتش بلس بيرتبط بالهيموغلوبين وعمليه اعتقد بتكون عمليه طشو بحكي لك ها خلينا نقرا هون. We will end up with free H plus and that would change the pH in the RBC and affect all the activities. يعني بيجي بحكي لك اذا ال H plus زاد هذا يؤدي الى التاثير على كل العمليات الحيويه داخل الايش؟ داخل ال RBC. فبيجي الهيموغلوبين بيرتبط بال H plus عشان يمنع زياده الحموضه ونقصان ال pH والتاثير على ايش؟ على شغل ال H على شغل اللي هي ال RBC. فبيجي بيحكي لك هون one of the buffering systems in RBC is hemoglobin system. شو يعني buffering؟ buffering أي معادلة، معادلة الحموضة، أوكي؟ واحدة من عمليات معادلة الحموضة الموجودة حموضة، أوكي، داخل الـ RBC is the hemoglobin itself. The free hemoglobin can bind to H+. بيجي بيحكي لك هذا الهيموغلوبين الموجود داخل الـ RBC راح يروح يرتبط بهاي جزيئة الهيدروجين الموجود عندنا، مما يؤدي إلى نقصان كمية الـ free hydrogen وتكوين الـ pH يكون ماله في حالة طبيعية وما يقل الـ pH عندنا كثير. تمام؟ بيكيك also we have a large number of amino acids in proteins then which can work as a buffer. يعني انت صار في شيء المقصود احنا فينا كمان بروتينات داخل الـ RBC، هاي البروتينات ممكن تشتغل كمان كبفر وكعامل معادلة يرتبط بالـ H+ ويخفف من الحموضة اللي قاعدة بتصير لنا. طبعا اتوقع شغلة منطقية، اللي البروتينات احنا بنعرف من قبل انه ما البروتينات، البروتينات هي عبارة عن ايش؟ شحنتها سالبة صح؟ شحنة البروتينات سالبة، شحنة الـ H+ موجبة، وبالتالي البروتينات والـ H+ راح ينجذبن لبعض، شحنات مختلفة تنجذب إلى بعضها البعض، البروتين والـ H+ بنجذبن لبعض، وبالتالي البروتين عندما يرتبط بهذا الـ H+ يؤدي إلى تخفيف قدرته على تكوين أسيديك ميديوم، تمام؟ أو اللي هي تكوين وسط حمضي. بحكي لك إم ذا لانج ذا أوبوزيت أوكيرز، شو يعني؟ طلع علي هون والله. هاي نحكي عن لانج تشي هون. هسا احنا هون قلنا فينك اللي هي عند اللي هو ايش؟ بالتشي اللي حكينا ايش التشي العادي، شو العمليه اللي قاعده بتصير؟ باللنج بصير كل شيء عكس، يعني المقصود احنا حكينا هناك اتش سي او 3 ماينس طلع لبرا وفات مكانه سي ال ماينس صح؟ هون بصير العكس، اتش سي او 3 ماينس يدخل من البلازما الى داخل ار بي سي ويخرج السي ال ماينس الى الخارج، تمام؟ اتش سي او 3 ماينس فات لجوا،
بيروح ال H بلس بيترك الهيموغلوبين وبرتبط مع ال HCO3 ماينس وبكون عندنا ايش؟ H2CO3. H2CO3 بيروح يتحلل ل H2O و CO2 ويعطيك العافية. بس CO2 هون بروح بيطلع من RBC على البلازما على الألفيولاي وبعدين بطلع مع النفس إلى الخارج، وهون كل إيش انحل وتم نقل CO2 من التيشيوز إلى اللنجز وإخراجه إلى الخارج. ويعطيك الفافتة شو بيحكي لك هون؟ In the lung the opposite occurs, the CO2 pressure is very high in the venous blood. بيحكي لك إنه كمية وضغط CO2 في الفينس بلد إحنا عندنا كانت 45 صح؟ وعندك الهواء الجوي الموجود عندنا قديش ضغط اللي CO2 فيه؟ 0.03 مليمتر في ميركوري في أول صفحة صح؟ وبالتالي أكيد CO2 رح ينتقل من الدم إلى الهواء، وبالتالي and the alveoli is low. So the direction of process will be the opposite, which means the bicarbonate اللي هي كل هاي العمليات راح تكون في الاتجاه المعاكس. شو يعني؟ البايكربونات بفوت على الار بي سيز والسي ال ماينس بيطلع صح؟ هير البايكربونات راح يرتبط مع الهيدروجين، واللي راح كون عندك اللي هي ال H2CO3 H2CO3 كربونيك اسيد، والكربونيك اسيد بتحلل ل CO2 ومي، وهون ال CO2 بيطلع من الار بي سي اللي بيطلع مع اللي هي مع الضغط اللي من الضغط المرتفع ضغط منخفض، اي من ضغط البلازما الى الضغط اللي هو القليل داخل الالفيولاي، فبخرج من كره الدم الحمراء اللي هي عباره عن الار بي سي وبخرج الى البلازما، والبلازما بضل طالع لوين؟ الى الالفيولاي. تمام تمام. طبعا انت بس احكي لك معلومه حلوه، انه انت في عندك اللي هي داخل البلازما قلنا في عندنا 7% من ال CO2 ذائب صح؟ اول ما نوصل لعند اللي هو هذا اللي هو الرئه، حرفيا هاي ال 7% بتضلها طالعه لبرا وما بضلش عندنا شيء، يعني كميه اللي هي السي او 2 اللي بتضلها دائما بالدم لا تتجاوز ال 1% او حتى نص بالمية، يعني كميه جدا تافهه. اوكي تمام، خلينا ناخذ لك معلومه بسيطه هي كويك ريكاب عشان بس والله انه نعيد كل شيء ونرد جمع المعلومات ببعضها. بقول لك السي او 2 از برودوسد باي ذا سيلز ان ذا تيشو صح؟ بعدها يتم نقله بالدم على ثلاث اشكال. الشكل الاول 5-7% في البلازما ذائب، وفي هناك 23% طبعا، بعدين 93% الباقي بتفوت على الار بي سي. 23% منها ترتبط مع هيموغلوبين متكون من كاربامينو هيموغلوبين، وال 70% الباقيه ترتبط مع ووتر اتش 2 او بتكون عندك بايكربونيت ايونز يعني بايكربونيت ايونز تنتقل في البلازما احنا بالاخر. اذا في عندك اللي هي انت عندك اللي هي الاتش 2 او ترتبط مع سي او 2 مما يكون هي كاربونيك اسيد، وهي تحلل الى بايكربونيت بالاضافه الى اتش بلس، وينتقل السي او 2 على شكل بايكربونيت ايونز في البلازما. بحكي لك most of CO2 is changed into bicarbonate in the erythrocyte which has the enzyme carbonic anhydrase. وهاي معلومة حطوها حلقة بدانكو، carbonic anhydrase وين موجود؟ داخل اليوريثروسايت. طبعا اليوريثروسايت هو عبارة عن كلمة أخرى إلى الـ RBC أو اللي هي ريد بلاد سيل أو كرة الدم الحمراء. يوريثروسايت نفسها كرة الدم الحمراء أوكي تحتوي على carbonic anhydrase بتساعد في هاي العملية CO2 مع H2O. هون على السيم هون اكتبوا لي carbonic anhydrase انه facilitates هذا التفاعل يتحول الى H2CO3، و H2CO3 بعطينا H plus و HCO3 minus، وهذا بيطلع لوين؟ على البلازما وينتقل الى الرئة، وعند الرئة كل اشي بنعكس وبيطلع هي CO2 الى الالفيولاي وبيطلع لبرا عن طريق النفس. طيب سؤال هسه، هل هذا carbonic anhydrase لو ما كانش موجود شو راح يصير؟ هل هذا التفاعل مش راح يصير؟ لا التفاعل بصير، التفاعل بصير. CO2 بتضرب بال H2O بكون عندك اللي هي H2CO3، ولكن الكربونيك انهايدريز كاتالايزز ذا فورميشن اوف كربونيك اسيد 5000 تايمز فاستر. يعني بقول لك هاي العمليه بتمشي 5000 مره اسرع، وبالتالي الكربونيك انهايدريز اساسي جدا لهي العمليه لانه قاعد بسرع العمليه 5000 مره. من دونه راح تصير العمليه ولكن راح تكون جدا جدا بطيئه. ويعطيكم الف الف عافيه.